اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي وكل مشاهدي ومحبي برنامج الاهلي خط احمر وحلقه جديده. اهلا بك يا اسامه. اهلا بك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخلاص لا صوت يعلو فوق صوت بطوله افريقيا، وان شاء الله بدايه مشوار للنادي الاهلي. ان شاء الله بدايه مشوار، واكيد في البدايه لازم نهني نفسنا ونفتكر ذكرى مهمة جدا، وهي انتصارات أكتوبر المجيدة. النادي الأهلي اللي كان جزء كبير جدا من تاريخ ده، وكان حاجة طول الوقت مرتبطة بانتصارات أكتوبر. انتصارات أكتوبر اللي جيشنا المصري العظيم حقق فيها النصر. يمكن دايما بقول فكروا شبابنا، فكروا الأجيال اللي جاية، اوعوا تخلي الناس تنسى عظمة ده. أكيد ملحمة في تاريخ مصر بتتواكب مع المولد النبوي الشريف، كلها ذكريات جيدة. ولكن كمان حبيت لفته او لقطه عملها جمهور النادي الاهلي في الكويت، وهي فكره لاعبو الاهلي يقضون يوما كاملا بالمجهود او بالجبهه. ده كان موجود في الاخبار في مارس 1972. الربط مهم جدا، لان انت كنادي اهلي طول الوقت معني بقضايا الوطن منذ التاسيس ومنذ مرور حاجات كتيره جدا في حرب الاستنزاف او بعد هزيمه 67. كان النادي الاهلي موجود منه المتطوعين، موجود منه في المجهود الحربي، موجود منه التبرع بالدم، حاجات كتير جدا موجوده في كتب وصفحات تاريخ النادي الاهلي تقدر تتكلم عن النادي الاهلي فيها وطنيا. عشان كده واحنا بنحتفل بحرب وانتصار ذكرى حرب اكتوبر 73، احنا بنحتفل بحاجه احنا كاهلاويه واحنا كمصريين واحنا ككل الانديه المصريه اكيد بتفخر بيها. واكيد انتصار مهم هتمر عليه السنين، ولكن هيفضل له مكانه كبيره جدا 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 في قلوبنا. ربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظ وطننا، دايما تكون بلد الأمن والأمان، ويكون شعبنا كله في ترابط إلى يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. بالتأكيد ذكرى النصر العظيم، ذكرى حرب أكتوبر، جيش مصر ورحلة العبور، وجيل قضى سنوات من عمره في استرداد قطعة الأرض المفقودة، وكان حالف كل حاجة في حياته متوقفة إلى أن ترجع قطعة الأرض الغالية علينا سيناء. وبالفعل رجعت سيناء بانتصار عظيم، وما أخذ بالقوة استرد بالقوة. وبيعجبني جدا فكرة الجانب الآخر اللي عايش في ظل ان هو يقول ان احنا ايضا انتصرنا. ده طبعا شيء سخيف جدا وشيء كوميدي كمان، بدليل ان سيناء بالكامل رجعت لمصر، جزء رجع منها بالحرب وجزء رجع منها بالسلام، لاننا دائما وابدا دولة الحرب وقت الحرب والسلام وقت السلام. شيء عظيم جدا، اجيال وراء اجيال تتوارث هذا النصر العظيم لرفعة شأن الوطن. ودايما يا رب، دايما يا رب شأن الوطن في رقي وارتفاع، وأي أزمات نقدر نعديها بالتكاتف والتلاحم والترابط اللي بيننا إلى يوم الدين إن شاء الله. وإنا بنتكلم عن الترابط إلى يوم الدين، أيضا النهاردة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعني ذكرى سعيدة جدا على كل المسلمين والأمة الإسلامية والأمة العربية. وإخواتنا طبعا بيهنونا وبنتبادل التهاني، فيا رب دايما كل أيامنا أعياد ومناسبات، ودايما وأبدا يكون الشعب المصري في حالة ترابط وفي حالة لحمة قوية جدا لمواجهة التحديات اللي كتير جدا جدا بيمر بها العالم، ولكن احنا قادرين بإذن الله أننا نعبرها إن شاء الله. أيام جميلة، وبنتمنى بقى بكرة يكون يوم أجمل. ساعات بتفصلنا عن انطلاقة مباراة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وضربة البداية لابد أن تليق بالبطل، البطل في آخر 3 سنين نسختين، والفريق اللي كان بيخوض النهائي البطولة اللي فاتت في ظروف كلكم عارفينها. وشعار المرحلة إن إحنا لدينا ثأر، لدينا ثأر كروي مش بالمفهوم الآخر، وده في الرياضة مطلوب، وده في الرياضة شيء جيد جدا طالما بنتنافس كأشقاء. عشان كده أكيد في البداية هيكون معانا مراسلنا المتألق دايما كريم أحمد، هيقول لنا الأخبار وهيطمنا على أخبار البعثة وآخر المستجدات قبل اللقاء المنتظر إن شاء الله. مساء الفل يا كريم. بداية زملائي الأعزاء فارس وأسامة، ويا رب إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون موفق، ودعم الجماهير ودعواته ودعواتكم أيضا كمان بإذن الله تكون انطلاقة جيدة تليق بالفعل باسم النادي الأهلي وبقيمته الكبيرة.
تحضيرات الحقيقه يمكن كانت جيده جدا، سواء من القاهره المباراه الوديه، المحاضرات الحقيقه يمكن كانت مكثفه جدا من مستر مارسيل كولر المدير الفني مع فريق النادي الاهلي على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي. الراجل بيشتغل بشكل كبير جدا مع الجهاز الفني بالكامل، والحقيقه لعيبه النادي الاهلي لامسين فيها كل التركيز والاصرار والرغبه من التدريبات ومن الاحاديث الثنائيه اللي بنشوفها. الكل قافل على نفسه، الكل على طول من الغرف الى المطعم ومن الغرف الى ايضا المحاضرات الى التدريب. فالحقيقه يمكن ده ليه مردود كبير جدا لامسينه. ويمكن هاكد على نقطه مهمه جدا، التدريب الاول، الامر ده مهم جدا. التدريب الاول شفنا الاصرار الكبير وشفنا الجديه وشفنا الرغبه في عيون لعيبه النادي الاهلي. التدريب كان مميز جدا، كان ساعه ونص للتدريب كله الحقيقه كان حماس. الراجل اشاد بالكل، كل اللعيبه عندها الحضور الكبير وعندها الرغبه الكبيره. ينقصنا ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. مباراه مهمه ومباراه صعبه جدا، المنافس بيحضر بشكل كبير، عنده قاعده جماهيريه كالعاده، لكن النادي الاهلي هو البطل وده اللي معودنا عليه. مهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف، توقيت المباراه، الطقس، كل الامور دي، النادي الاهلي ان شاء الله عنده هدف كبير جدا هذا الموسم باذن الله، ان هو يعود من جديد على كل منصات التتويج في كل البطولات. وان شاء الله املنا كبير جدا وثقتنا كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله يا كريم. جمهورنا كالعاده طبعا، جمهور النادي الاهلي في الايام الاخيره والساعات الاخيره طبعا من التحضيرات، انتهت طبعا التحضيرات الفنيه النهارده مع انتهاء المران الاخير على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير طبعا، اللي هيستقبل مباراه الغد في 3 عصرا هنا بتوقيت تونس، 4 عصرا بتوقيت القاهره. يعني زي ما اكدت وقلت، الملعب شكله الظاهري تقدر تقول ان هو جيد شويه، لكن بعد ما دوسنا في الملعب وشفنا الكوره وهي بتمشي واللعيبه على مدار 60 دقيقه النهارده كانت في التدريب، يعني النجيله ثقيله شويه. بنتمنى ان شاء الله لعيبتنا تتاقلم مع هذا الامر وتقدر ان هي توزع مجهودها بالكامل، لان النجيله العاليه دي شويه او الثقيله ممكن تسبب شويه كرامبات، فمحتاجه ان انت توزع مجهودك بشكل كبير. وده كان التحذير الحقيقه اللي اكد عليه مستر مارسيل كولر ايضا كمان والكابتن سيد عبد الحفيظ، ان لابد يكون في توزيع للجهد. الطقس الحقيقه مميز جدا في هذا التوقيت، يعني 3 عصرا عشناه النهارده في التدريب. يا رب يكون المناخ غدا والطقس يمكن يكون مميز ايضا كمان عن هذا اليوم، لكن الملعب مكشوف شويه، يعني لو في هواء الامور ممكن تكون فيها صعوبه شويه. لكن زي ما قلت لك طبعا زميلي فارس، زميلي اسامه ايضا كمان، مهما كانت التحديات هو هدف وحيد ان شاء الله النادي الاهلي، هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يا كريم. يعني كنا حابين فعلا نطمن على الطقس وتحديدا المباراه في 3 عصرا، لكن طمني هل في حضور جماهيري من البعثه او الوافدين المصريين اللي موجودين في تونس؟ زي ما شفنا مثلا في الكويت كان في جماهير كبيره جدا يعني في مباريات السله، فهل في حضور جماهيري بكره ان شاء الله ولا القصه شكلها ايه؟ طمنا عنك. بالتاكيد طبعا كلنا منتظرين حضور جمهور للنادي الاهلي، هو محدد طبعا لجمهورنا، جمهور النادي الاهلي ليه 200 فرد يكونوا متواجدين. لسه الامور بالنسبه لنا مش قادرين نحسم العدد اللي هيكون متواجد قد ايه، لكن على الجانب الاخر الاتحاد المنستيري طبعا يعني هو كان اخذ موافقه ب 8000، لكن اعتقد ان العدد ممكن يزيد. هم طبعا حاطين 10000 بس يكونوا متواجدين في الاستاد، فاعتقد ان العدد هيكون كامل بالنسبه لنادي الاتحاد المنستيري. لكن على الجانب الاخر انت عارف طبعا احنا مش في قرطاج، احنا بعيد شويه عن قرطاج مطار المنستير، ممكن تكون عدد المصريين طبعا هنا قليل شويه، لكن منتظرين ان شاء الله مهما طالت المسافه جمهور النادي الاهلي داعم ومساند، ولابد يكون حضوره مهما كان قله العدد، لكن بيوصل للعيبه هتافهم وحماسهم وهتافهم ايضا كمان باسم النادي الاهلي وقيمته الكبيره. فان شاء الله باذن الله بنتمنى لفريق النادي الاهلي المستر مارسيل كولر اختياره للتشكيل لعيب النادي الاهلي يكون بتنفس كل الواجبات، كل التكتيك اللي ممكن يتطبق بشكل كبير جدا، ايضا كمان استغلال الفرص شفناه في التدريبات الفينش، الراجل مركز بشكل كبير، قاري الشكل العام. لكن على الجانب الاخر الفريق المنستيري مميز جدا، محتاج كل الجهد من لعبتنا، محتاج أكيد. كل التركيز، وزع مجهودك، توفيق ربنا يكون معاك ان شاء الله، واللي نقدر نحسن بيه ويقدر يحسن بيه النادي الاهلي هذه المباراه هي شخصيه وروح فانيله الحمر. زميلي كريم، خلينا اسالك، كتير جدا من الجمهور في اللحظات دي تحديدا بيبقى عايز يعرف اللعيبه بتقول ايه على الغدا، اللعيبه وهي رايحه التمرين، خلال التمرينات، بعد التمرين، بيتكلموا في ايه عن المباراه، حاسين بايه، استعدادهم النفسي، تهيئتهم النفسيه، في الحماس المطلوب، الجمهور بيحب يعرف ده دايما يعني. بالتاكيد هي نقطه مهمه جدا، ودي الادوار الكبيره اللي بتقوم بها كباتن فريق النادي الاهلي في التجمع وفي لم الشمل وفي الاحاديث، الكل بياكد على الانطلاقه لابد تكون رساله لكل الانديه، رساله لكل الفرق المشاركه في البطوله الافريقيه. مباراه خارج الارض، لكن النادي الاهلي عنده هدف، نتيجه ايجابيه، نقدر نحقق هذا الامر. كل الظروف يمكن حضرنا فيها بشكل كبير جدا، شفنا الرطوبه وشفنا الجو وشفنا الامور دي، ارض يمكن شفناها في اكتر من مباراه، الارض بتكون اسوا من كده، لكن لعيبه النادي الاهلي اللي بنسمعه واللي بناكد عليه ان الكل عنده هدف وحيد.
الوحيد هو الحصول على البطولة وليس هذه المباراة. لابد ان احنا نحصل على البطولة الافريقية، لابد ان احنا نسعد كل جمهور النادي الاهلي. الموسم ده موسم مهم جدا للكل، لمجلس ادارة النادي الاهلي، للاعبين، لاعضاء النادي الاهلي، لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. فباكد لك اللي لامسينه من فندق الاقامة، من الطيارة، من كل الامور دي، ان اللعيبة عندها اصرار كبير ورغبة كبيرة جدا ان تعود من جديد على منصة التتويج، وتكون انطلاقتنا مهمة جدا. عندنا مباراة عودة، هنقسم مجهودنا على شوطين، شوط اول هنا في تونس، شوط ثاني في القاهرة. طبعا انت عارف المباراة لها ظروف، كل مباراة لها ظروف مختلفة بشكل كبير جدا، الكرة فيها متغيرات، ممكن تلاقي لعيب جاهز في التدريب وشفناه على اعلى مستوى، يوصل للمباراة يشعر باي الم تخسره. لكن بنتمنى ان شاء الله لاعبتنا محافظة على نفسها بشكل كبير جدا، توفيق ربنا باذن الله يكون معانا، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله يعود من تونس بنتيجة ايجابية تساعده بشكل كبير جدا ان شاء الله في مشوار البطولة الافريقية الصعب جدا، لكن النادي الاهلي قادر باذن الله. ان شاء الله يا كريم، ويكون لعيب النادي الاهلي في الحدث وعلى قدر الحدث، وان شاء الله يكملوا او يبداوا مشوارهم للنهائي الافريقي ويحققوا البطوله بعد السنه اللي فاتت. لكن كلمني على التفاصيل، كواليس الاجتماع الفني النهارده، والتيشيرت اللي هيلبسه النادي الاهلي والاتحاد المنستيري، وايه اللي دار من تصريحات للمديرين الفنيين خلال الاجتماع. يعني طبعا الاجتماع الفني الخاص طبعا بالفريقين، انت عارف طبعا الامور الاعتياديه الخاصه بالجانب الامني التنظيمي وصول فريق للنادي الاهلي، انت عارف الجانب المنستيري بيرتدي الزي الرسمي الاول القميص الازرق، النادي الاهلي يرتدي القميص الاحمر، كلها يمكن الامور ما كانش فيها اي مشاكل. الطلبات المعتاده للكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي، انت عارف يبقى عندنا عدد من اللاعبين بيكون خارج القائمه، مع عدد ايضا كمان من افراد البعثه، الاماكن المحدده فين، تامين الفريق، كل الامور دي ما كانش فيها اي مشاكل الحمد لله. بالنسبه طبعا بخبره الكابتن سيد الكبيره جدا طبعا كمدير كره للنادي الاهلي، كابتن سمير عدلي الحقيقه مدير اداره العلاقات الخارجيه بالنادي الاهلي، دورهم مهم جدا والطلبات بتكون الحقيقه في محلها. فيعني كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا. غدا ان شاء الله بقى منتظرين من البدايه، يعني زي ما اكدت التحرك، التامين، وصلنا الملعب في محيط سكني شويه، فاحنا معتقدين اكيد ان هيكون في الجمهور بيتجه في هذا الامر، فمحتاجين ان الوصول يكون في الميعاد المطلوب، ما يبقاش في اي معوقات، وده اللي بنعمله ان شاء الله من الجانب التونسي. الحقيقه هم قايمين بدور مميز جدا، لكن منتظرين اليوم الاهم ان شاء الله وهو يوم الغد، ويا رب ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون موفقه في مباراه الغد. ان شاء الله. اخيرا يا كريم، ويعني اسمح لنا بالاطاله، زياره السفير المصري النهارده للبعثه، كواليس الزياره كانت ايه؟ طبعا معالي السفير رياب فهمي، طبعا سفير مصر هنا في تونس، تواجد في فندق الاقامه، الحقيقه اصر يكون متواجد بصحبه طبعا رئيس البعثه الاستاذ العامر فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان متواجد معاه. الراجل الحقيقه يمكن اكد على كل الامور الخاصه طبعا بالتحرك لعيبه النادي الاهلي، الراجل مباشر ومتابع في كل خطوه، كان مهم جدا يكون متواجد ينقل طبعا رسالته ليه الاستاذ عامر فاروق ولعيبه النادي الاهلي ان السفاره متواجده بشكل كبير جدا، وكل الامور هتكون ان شاء الله باذن الله في مصلحه النادي الاهلي. الامور اعتاديه، انت عارف طبعا زياره السفير دي بتكون امر مهم جدا لبعثه النادي الاهلي اللي بتمثل طبعا جمهوريه مصر العربيه، وجوده كان مهم جدا ان شاء الله باذن الله يكون غدا متواجد في المدرجات مع طبعا الاستاذ عامر فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والطاقم بالكامل، ويا رب ان شاء الله باذن الله 11 اهلاويه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كريم، بنشكرك جدا على الرساله الوافيه دي، اكيد جمهور قناه النادي الاهلي كل حاجه كان حابب يعرفها، كنت في قلب الحدث، اعتقد الكواليس حتى اللعيبه بتتكلم ازاي كان مهم، اعتقد يا اسامه حتى احساس اللاعبين وكلامهم مع بعض، الكلام كله عن المباراه، الاهداف اللي جايه، يعني في اهتمام كبير جدا وفي تحمس المباراه. بالتاكيد. شكرا يا كريم، ويعني منتظرينك غدا ان شاء الله، وتغطيه خاصه جدا المباراه، وان شاء الله يكون دائما وابدا وشك حلو على الفريق، ونحقق الفوز باذن الله، وتكون بدايه قويه للانطلاقه. شكرا جدا. طبعا يعني مهم جدا نحطكم في كواليس البعثه للنادي الاهلي، وزياره السيد السفير للبعثه، والاجتماع الفني اللي خلاص النادي الاهلي هيلبس بكره تيشرت احمر في احمر في احمر، كله هيكون احمر، واتحاد المنستير هيلبس الزي الابيض في الابيض. طبعا يعني نتمنى التوفيق بكره ان شاء الله للنادي الاهلي. لسه معانا احداث كتيره جدا هنتكلم عن المباراه، ولكن هيطلع فاصل، وانتظرونا بعد الفاصل. يمكن النهارده حابين اغلب اجواءنا معاكم تبقى الاستعداد لمباراه بكره والكلام عن البطوله الافريقيه، لان يا جماعه مفيش حاجه بتسعد جمهور النادي الاهلي قد انتصاراته. الجمهور ده هو شغفه وكل اهتماماته وكل مشاعره متعلقه بالتسعين دقيقه داخل المباراه. بدايه بطوله افريقيا تستدعي ان احنا نشوف مشاعر اللاعبين شايفين ايه، ولما نبدا بمشاعر اللاعبين وكلامهم عن افريقيا وكلامهم عن المرحله اللي جايه،
محتاجين نبدأ بلاعب هو جديد على النادي الأهلي، يمكن جديد على النادي الأهلي كلاعب، قديم كمشجع، ولكن كلاعب محتاجين نسمع شايف الفترة الجاية إزاي. هل شايف النادي الأهلي من منظور لاعبة النادي الأهلي ومستوى وحجم التحديات؟ ده اللي هنسمعه في كلام شادي حسين. خارجين من المعسكر دي مستعدين كويس قوي، واول رحله واول بطوله لينا واول ماتش لينا في الموسم الجديد. طبعا كل لعيبه متعهده ومتفقين ان احنا ان شاء الله باذن الله افريقيا ترجع تاني للنادي. مواجهه الاتحاد طبعا كاول ماتش ليك في بطوله افريقيا ماتش مش سهل خالص، ماتش صعب جدا عليك، بس باذن الله النادي الاهلي طبعا قادر ان هو يكسب في اول مباراه يعني، ونرجع مستريحين ان شاء الله الماتش اللي في القاهره باذن الله. طبعا لا استادات كويسه جدا، وانا عارف ان النادي هنا بقى له 3 سنين ما عملتش فتره اعداد، فكانت اللعيبه محتاجه جدا فتره الاعداد دي، فلا استفدنا بيها بشكل كبير جدا. ومع مستر كولر كان طبعا التدريبات كانت شاقه ومتعبه يعني، لكن كنا محتاجين ليها الفتره دي عشان نخش الموسم في كل البطولات نبقى جاهزين. زي ما انت قلت طبعا الماتشات ما بين النادي الاهلي واي فرقه في تونس بتبقى صعبه جدا، في اهتمام طبعا، هم بيبقوا عارفين مكانه وقدر النادي الاهلي ايه، فطبعا بيبقى الاستعداد اقوى من لو بيستعد لاي فرقه ثانيه، وده طبيعي يعني. فلا طبعا ماتش صعب جدا، وباذن الله باذن الله نرجع بالمكسب ان شاء الله. لا لعيبه النادي الاهلي خلاص متعود على الحضور الجماهيري ومتعود على الضغط اللي موجود في اي مكان بتروحه يعني، فلا الجماهير طبعا بتمثل بتبقى قوه للفرقه بتاعتها طبعا، بس لا لعيبه الاهلي مستعده وعارفه الضغط ده، مرت بيه قبل كده كتير. والله هو بص الفضل يرجع للعيبه بصراحه، هم اللي بيحاولوا يدخلوني، هم اللي بيحاولوا يقربوني، وانا كنت عارف اوريدي ناس منهم كتير، فالموضوع الحمد لله يا رب باذن الله يترجم في الملعب بالروح الحلوه اللي ما بين اللعيبه دي، وباذن الله تبقى الامور كلها كويسه باذن الله. كان في كلام جماعي وفي كلام فردي، بس الكلام الجماعي طبعا ان احنا اهميه البطوله للنادي، واهميه كل بطوله بنخشها ايه، وبالذات ان هو ده اول ماتش لينا في الموسم الجديد، فازاي نقدر ان احنا نخش بدايه قويه. وبيبقى في كلام فردي طبعا على الجوانب الايجابيه والجوانب السلبيه اللي في اللعيب، فبتبقى محاضرات مهمه جدا لينا يعني. هو تحدي ليا في اول ماتش ليا مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا يبقى بره مصر، تحدي كبير ليا، بس باذن الله ان شاء الله اقدر اكون مستعد، وباذن الله اقدر افرح جماهير الاهلي باذن الله ان شاء الله، بوعد جمهور النادي الاهلي باذن الله دايما مساندنا ودعمنا في كل بطوله وفي اي مكان بنواياتكم باذن الله. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحصد كل بطوله ان شاء الله يخشها السنه دي باذن الله. في تفاصيل كده هتلاقيها خاصه بالنادي الاهلي، خاصه باي حد جوه النادي الاهلي، وانت بتشوف شادي حسين بيتكلم ازاي عن دور اللعيبه، ان هي تدخله في الفريق، ان هي تقدمه للفريق، ان هي تكسبه صفات لاعب النادي الاهلي، وده شيء مهم جدا. وده عهدنا دايما بكباتن النادي الاهلي اللي موجودين بقالهم فتره، طبعا كابتن وليد سليمان غادر الملعب، ولكن موجود كباتن النادي الاهلي كابتن محمد الشناوي، كابتن عمرو السليه، وغيره من كباتن النادي الاهلي اكيد الكتير يعني عشان ما انساش حد، ولكن ده دور مهم جدا. كمان فكره التحديات، بدايه من نوعيه تدريبات النادي الاهلي، اللي انا بشوف إن لما اللاعب يصف إن فترة الاستعداد كانت مختلفة بالنسبة له تماما، تدريباتها كانت شاقة، ده مرحلة النادي الأهلي، ده الانتقال للنادي الأهلي بشكل النادي الأهلي وطبيعة النادي الأهلي وتحديات النادي الأهلي، فده اللاعب وصل له. كمان الكلام عن الفترة الجاية وعن فهم سيكولوجية المواجهات أو الدربيات المصرية التونسية، وهي في كرة القدم قصة مختلفة. في أفريقيا الدربيات ما بين نادي الأهلي تحديدا وأندية تونس هي بالنسبة لهم مواجهات مهمة جدا، مواجهات مصرية دايما بيتعاملوا معاها إن أنت بتقابل كبير أفريقيا وكبير القارة، فعشان كده بيكون استعداداتها مختلفة زي ما قال شادي حسين. كمان احنا هنا اتكلمنا معاكم عن مستر كولر، ودي تفصيلة لا تخص شادي بقدر ما هي كمان تخص الفريق، قلنا لكم وجبنا لكم مقالة اتكتبت عن كولر وازاي هذا الرجل يتعامل دايما مع اللاعبين بشكل جماعي، ودايما له محاضرات فردية مع اللاعبين، ما بيسيبش اللاعب
هو مش عارف ليه بيلعب، ليه ما بيلعبش. وعلى فكره في مدربين كده ما بتشتغلش الشغل الفردي حتى في المحاضرات. يا جماعه في فرق ما بين المحاضرات الفنيه والمحاضرات الكلام. لا، كولر كمان دايما من المدربين المعنيين بالكلام مع اللاعبين بشكل فردي مش بس شكل جماعي. فده كان حاصل الفتره اللي فاتت. انت تقييمي ليك، انا منتظر منك ايه؟ انت كلاعب جاي اهدافك في المرحله دي ايه؟ ايه العيوب اللي عندك؟ ايه اللي عايزك تطوره؟ ايه اللي عايزك تشتغل مع نفسك فيه بعيدا عن الفريق؟ كلها حاجات كولر كان بيعملها، وكلها حاجات منتظرين نشوف مردودها ان شاء الله في مباراه الاتحاد المنستيري، بدايه انطلاقه الاهلي في افريقيا، ولا بد ان تكون الانطلاقه كبيره تليق بكبير افريقيا. بإذن الله. يمكن الناس اتكلمت انتوا ليه بتقولوا ان المواجهة ممكن يكون فيها صعوبة؟ لا، المواجهة احنا بنحترم كل الفرق، وبالتأكيد بنحترم فرق شمال أفريقيا، ولكن إذا كان في فريق المفترض يهاب من المواجهة دي فهو أكيد منافس النادي الأهلي أيا كان اسمه. لكن احنا دايما بنحترم الآخرين، وبنقول ان دي أول مباراة رسمية لمستر كولر مدير فني، عمل فترة إعداد قليلة ممكن أسبوعين، وبنتكلم اننا داخلين نلعب أول مباراة رسمية لينا خارج الأرض. هم لعبوا مباريات رسمية، هم شاركوا في دور سابق الدور الـ64، فالقصة مختلفة. انت بتتكلم ان النادي الأهلي عاوز يظهر بالشكل الأفضل في أول مباراة ليه رسمية، وده ان شاء الله يتحقق. بالتأكيد هنتكلم عن فريق الاتحاد المنستيري بالتأكيد، وعن حتى الإعلام التونسي بيتناول المباراة ازاي، لكن كلنا ثقة بالتأكيد ان النادي الأهلي يؤدي مباراة تليق ببطل أفريقيا، ووصوله للمباراة النهاية ثالث موسم على التوالي، حقق لقبين وبيفقد اللقب في ظروف خلاص بقى اتكلمنا فيها كتير وحضرنا، واتكلمنا عن وجود المباراة في المغرب وبين جماهير نادي الوداد البيضاوي المغربي، والمناوشات اللي حصلت بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري، والجهه التنفيذيه في الاتحاد المصري اللي لسه ما تعاقبتش لغايه دلوقتي، واظن انها لا تتعاقب، فخلاص القصه دي قفلناها. ولكن كان في مشهد في القصه دي ما ينفعش نعديه، الا وهو مشهد عمرو السولي. يمكن شادي حسين بيتكلم عن دور الكباتن في دخوله النادي الاهلي، وازاي ينسجم بسرعه وينصهر مع النادي الاهلي، وخاصه ان شادي حسين مشجع درجه ثالثه، اللي هو لاعب بدرجه مشجع، بنتمنى له التوفيق. والنقطه دي انا دايما باكد عليها، القصه مش قصه ان انت منتمي للنادي الاهلي وان انت ضحيت باي مقابل مالي او اي شيء عشان تيجي النادي الاهلي، ده شيء ايجابي جدا وشيء محمود جدا وتشكر عليه. لكن الاهم ان انت لو عايز تكون فعلا زي وليد سليمان، الراجل اللي تعب عشان يدخل النادي الاهلي، شوف وليد سليمان عمل ايه على مدار تواجده في الكيان لمده 11 سنه، كان دائما وابدا ما عندوش نقطه عرق بيبخل بيها على الفريق، حتى اللحظات الاخيره، حتى الاوقات الاخيره، فظل وليد سليمان في قلب جماهير النادي الاهلي. انت شادي قدمت دورك بشكل كويس جدا، وانا اظن ان انت من اللاعبين اللي هتعرف كويس قوي يعني ايه نعمه النادي الاهلي، وهتقدم اقصى طاقه عندها عشان تثبت حبها وانتمائها للنادي الاهلي، وكمان انها تعمل اسم كبير ان شاء الله مع النادي الاهلي، وده اللي بنتمناه باذن الله. ولكن عمرو السوليه ايضا وقت دخوله النادي الاهلي تحدث عن كابتن حسام غالي، وعمرو السوليه المفترض ان هو لو لعب هيلعب على كابتن حسام غالي، وقال كنت بجتهد في التدريبات جدا وخدت وقت على ما اخد على اجواء النادي الاهلي، لقيت كابتن حسام غالي جالي في الجيم وقال لي استمر على كده، هيجي الوقت اللي انت هتلعب فيه حتى لو على حسابي انا. ده النادي الاهلي، هي الفكره كلها ان الفريق هو النجم، ان الفريق بيلعب دايما على تحقيق البطوله ايا كان مين ال11 اللي موجودين في الملعب. لكن لعمرو السوليه لقطه شهيره في نهائي دوري الابطال الافريقي الموسم الماضي، خلينا نروح نسمع بقى عمرو السوليه وتعقيبه وطموحاته عن الموسم الجديد في بطوله افريقيا. طبعا الاستعدادات احنا بدانا من اسبوعين تقريبا، كنا خدنا فتره راحه وبدأنا بالتدريج مع المدرب الجديد. كنا محتاجين الفترة دي من كذا سنة، احنا بقالنا كتير ما بنعملش فترة اعداد، فاللعيبة كلها كانت مركزة ان احنا لازم نستفاد منها بأقصى حاجة، ان دي هتوقفنا على رجلنا في خلال الموسم. شايف ان اللعيبة كلها كانت مركزة وكل واحد طلع أقصى حاجة عنده، واستفدنا منها جدا، وان شاء الله يعني كل ده يبان في الفترة اللي جاية. البطولة اللي فاتت دي كان الظروف كلها كانت ضدنا طبعا، زي ما الناس عارفة احنا كنا بنحاول نعمل اللي علينا على قد ما نقدر. كان نفسنا طبعا زي ما الجمهور كان نفسه ان احنا نحقق البطولة الثالثة على التوالي، كنا عايزين نكتب تاريخ لنفسنا وللنادي ونفرح الجمهور بتاعنا، بس يعني الحمد لله ما كانش فيه نصيب. يعني تعهدنا ان احنا ان شاء الله السنة اللي جاية نرجع في اي مكان هنبقى موجودين فيه ان شاء الله نحقق البطولة دي. قربونا والله، يعني ده موقف حصل في ماتش كان ممكن يحصل في اي ماتش تاني، وممكن كمان يعني بعد ما انا اعملها الشريط ما يتحركش، فكانت ولا هيبقى ليها اي لازمه. فهي كلها على بعض، هي يعني هو موقف جه في جزء من الثانيه او تقرير جه في جزء من الثانيه، لو اتعادت 100 مره مش هتطلع بالطريقه دي.
فده في الاول وفي الاخر توفيق من عند ربنا ان انا اكون موجود في المكان ده واعملها كده، وشريف يتوقع ان هي تجيله ويتحرك لها بالطريقه دي، فده كله توفيق يعني. بس الحمد لله يعني هي جت جون. الهدف اللي نفسي احققه مع الاهلي ان شاء الله يعني ان احنا نرجع الدوري تاني لمكانه الطبيعي ان شاء الله الموسم ده. ان شاء الله ماتش السوبر اللي جاي تبقى البدايه بادئين الموسم ببطوله، تبقى تفرق معانا جدا. وان احنا نرجع افريقيا تاني طبعا، ونلعب كاس عالم انديه وناخد مركز افضل من المركز الثالث. الماتش بتاع الزمالك يعني هو كمان اتصعب اكتر، ان انت بتلعب الزمالك وبتلعب جوه مصر ونهائي قرن، فانت المنافس ما ينفعش ان هو ياخد منك البطوله وانت بقالك كذا سنه ما بتاخدهاش. فكانت الاجواء كلها مصعبه الدنيا علينا اكتر، وحطانا تحت ضغط نفسي وعصبي وذهني غير طبيعي. احنا كنا في المعسكر اللعيبه ما بتنامش من التفكير، ومن ان هي مثلا ممكن طب لو الزمالك خد البطوله ايه اللي هيحصل، الجمهور النادي احنا كلعيبه يعني هنبقى عاملين ازاي. فانت بتفكر في المكسب والخساره في نفس الوقت، ان انت ما ينفعش تخسر وان انت لازم تكسب. وكمان على السوشيال ميديا الموضوع كان صعب جدا بين جمهور الاهلي والزمالك، الناس كلها يعني الجمهورين نفسهم ان هم يحققوا بطوله افريقيا، وان انت تاخد بطوله افريقيا من الزمالك فدي حاجه كبيره جدا. فالحمد لله يعني البطوله دي احنا كنا قبلها يعني قبل الماتش لما قعدنا مع بعض اتكلمنا ان احنا البطوله دي لو خدناها هتفتح لنا ابواب بطولات كتير كتير جدا، وان احنا هناخد افريقيا تاني، وان احنا هناخد دوري وسوبر وكاس، والدنيا هتبقى سهله معانا. والحمد لله ربنا كرمنا من البطوله دي ان احنا قدرنا ناخد بطولات كتير بعدها، ونروح كاس عالم انديه وناخد برونزيه ونرجع ناخد افريقيا تاني. فالحمد لله يعني هي كانت يعني بعد الصعوبات اللي كانت في الاول ربنا كرمنا في الاخر. هو يعني ممكن تعب كذا سنه قبل كده ان انت تجيب جون في النهايه او ان انت تاخد البطوله دي، مش تعب سنه واحده او ماتش او ماتشين، لا ده تعب ربنا بيعوضك عن كذا سنه عدت وحاجات انت كنت بتقاتل فيها وربنا كان بيبعدها عنك، وبعد كده ربنا جابها لك في احسن صوره طبعا ان انت تاخد النهائي من الزمالك وجوه مصر. فلا يعني ما كانش في احسن من كده يعني. عند كل نقطه ممكن تقف عنها وتحكي حكايه عن عمرو السوليه، اللاعب اللي انتقل للنادي الاهلي ثم اصبح احد العناصر الاساسيه مش بس في النادي الاهلي لا كمان في منتخب مصر. بيتكلم عن فكره التعويض اللي بيجي من عند ربنا بعد ما بتبذل مجهود وبتخسر بطوله 2017 و2018 وبتعرض لموقف سخيف جدا في 2019 والهزيمة الأكبر في تاريخك، فربنا يعوضك ببطولة كان البعض بيسميها نهائي القرن. وعشان كده هو كان شايف أن الهدف ده من أهم أهداف حياته، لكن قال نقطة مهمة جدا، قال إحنا كنا بنفكر في المكسب والخسارة. عارف ليه؟ لأن الأهلي دائما وأبدا لديه ما يخسره. أصعب شيء أنك تكون منتمي لفريق لديه ما يخسره، فأي منافسة هتلاقي دايما وأبدا الأهلي لديه ما يخسره. عنده تاريخ، عنده بطولات، عنده شعبية جارفة، عنده جماهير ما بتقبلش غير بالفوز، عنده جماهير ما بتقبلش غير رقم واحد. وعشان كده قدر كل مسؤول داخل النادي الأهلي أنه يشتغل تحت الضغط طول الوقت، عشان كده بتفكر في المكسب وبتفكر قد إيه في الخسارة عشان تحاول تقاتل أنك تتجنب الخسارة. ده اللي حصل في بطولة أفريقيا اللي سجل فيها عمرو السوليه وقفشة هدفي الفوز على نادي الزمالك اللي كانت جماهيره بتحلم بتحقيق البطولة دي بعد غياب 20 سنة عن دوري أبطال أفريقيا. الجميل كمان في عمرو السوليه أنه تعامل مع أسيست رابونا اللي أي حد ممكن يتحدث عنه سنوات وسنوات، اتحدث عنه بشكل أن كان التوفيق مصاحبه، والأهم أن محمد شريف سجل هدف. وللعلم عمرو السوليه بيعملها كتير جدا جدا، لكن بالفعل صدفت في مباراة كبيرة ومباراة القمة، بس هتظل دائما من أفضل يعني صناعة الأهداف في تاريخ مباريات القمة حتى لو عمرو السوليه شافها بشكل فيه تواضع شوية. عمرو السوليه قال نقطة مهمة جدا عن البطولة الأفريقية، قال أن البطولة الأفريقية كانت في ظروف كل الظروف ضدنا، وقف عند النقطة دي وقال ولكن احنا تعهدنا ايا كانت البطولة فين مهما كانت الظروف هنحاول اننا نحقق البطولة. هو ده التحول اللي بيجي من التجارب. يمكن البطولة الماضية ممكن لا اراديا انت استسلمت وكلنا استسلمنا لفكرة ان الكاف بيدفعنا للبطولة في ارض الوداد، فركزنا على البطولة في ارض الوداد فخدت جزء من طاقتك الذهنية. النهاردة عمرو السوليه بيقول خلاص تعلمنا الدرس وتعهدنا ان لو هيلعبوا البطوله في اي مكان حريصين اننا نحقق البطوله. والدرس ده بيجي لك منين؟ من الخبرات. بيجي لك منين؟ من التجارب. وعشان كده ان شاء الله باذن الله لاعبي النادي الاهلي بكره يكونوا في الموعد، يقدموا مباراه قويه جدا امام الاتحاد المنستيري، وان شاء الله ان شاء الله يحققوا الفوز ولما لا، والنادي الاهلي قادر على تحقيق الفوز خارج ملعبه.
عندي مفارقه في كلامك وكلام عمرو السولية، وانت بتقول يا اسامه عن مباراه القرن كذا سنه المنافس 20 سنه ما حققش البطوله. على الجانب الاخر عمرو السولية بيقول احنا كان علينا ضغط كبير ومسؤوليه تجاه كل الجمهور، سبع سنين ان احنا بقالنا سبع سنين ما حققناش البطوله. بص المفارقه، انت ازاي حاسس ان ده استثناء في تاريخ النادي الاهلي، وخصوصا انت لعبت النهائي مرتين ورا بعض كنت خسرت، فبالنسبه لك مش متقبل تيجي تخسرها المره دي وقدام نادي الزمالك كانت هتبقى صعبه. فالمفارقه هي دي، المفارقه دي يا جماعه فيها القصه كلها، مدى طموح النادي الاهلي. وانا دايما بقول اقل حته في طموح النادي الاهلي هي اعلى حته في سقف طموح كل المنافسين، ودايما بكررها ودايما بعنيها. عمرو السولية نوعيه اللعيبه اللي تقدر تراهن على بكره بتاع الفريق طول ما هم موجودين وطول ما هم جوه الفريق. عمرو السولية قائد، كابتن، عرف ازاي يجي من بعيد، عرف ازاي بعد ما كانش اساسي يقدر يكون موجود، عرف ازاي يبقى لاعب لما مستر كيروش كان موجود يشوف ان محمد صلاح بعده عمرو السولية من اكتر اللعيبه اللي شاركت في كل الظروف لدرجه انه خده معاه وهو مصاب في احد الفترات. ده اللعيب اللي بتقدر تراهن عليه، وده نوعيه اللعيبه يا جماعه اللي طول ما هم موجودين في النادي الاهلي انا مطمن. شفنا لاعبين مروا بضغوط، خطأ لعبة عملها تسببت في هدف في مباراة كبيرة زي نهاية قرن، خرج الناس بتقول أصل أنتوا كجمهور نتيجة الضغط على اللاعب ده اللاعب ما بقاش موجود في النادي. على الجانب الآخر شوف عمرو السولية، البعض حاول يستغل له لقطة في مباراة منتخب تونس وإن اللاعب ده اللي أخطأ بعد كده خلاص هنخلص عليه. يمكن أنا كنت بضحك ساعتها، تخلص على مين؟ تخلص على مين؟ أصل أنت ما تقارنش الثقافة دي ولا الشخصية دي ولا المستوى ده بلاعب آخر، ده لاعب عنده سي في قوي، عنده شخصية قوية، قائد، كابتن، قادر يتجاوز أي حاجة. رد عمرو السولية بعدها في الملعب كتير جدا وأثبت ده. عشان كده طول ما عندنا لاعب زي عمرو السولية دي الرهانات اللي ممكن ناخدها يا أسامة والتحديات اللي احنا نقدر ناخدها. لا كمان عمرو السولية في نقطة كمان، عمرو السولية تعرض بعض الوقت لضغوط جماهيرية من جماهير النادي الأهلي في البداية وإن هو لا يجيد المباريات الكبيرة، ولكن عمرو السولية قدر ان هو يتفوق على نفسه ويثبت نفسه تجاه النادي الاهلي. عندنا بما اننا بنتكلم عن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، عندنا اختيار الكاف لتشكيل اخر 10 سنوات، تشكيل افريقيا اخر 10 سنوات لعيبه دخلت. طبعا الكاف بقى بيختار في اماكن معينه ويحط تصويت، واختار الكاف لاعبين من النادي الاهلي، سبع لاعبين يا فارس، يمكن التشكيل كله اهلي. واعتقد يعني ان اونيانجو اللي فاز على محمد الشناوي في حراسه المرمى، وان كان محمد الشناوي يعني بالنسبه لنا هو افضل حارس في القاره بل افضل لاعب في القاره. عندنا احمد فتحي كان من النادي الاهلي، وائل جمعه، عندنا علي معلول، ثلاثي في خط الظهر من النادي الاهلي، وسونزو فقط لا غير خارج النادي الاهلي. عندنا في خط الوسط حسام غالي وحسام عاشور لاعبي النادي الاهلي ايضا. عندنا في خط الهجوم طبعا اسطوره النادي الاهلي كابتن وليد سليمان ولاعب النادي الاهلي بيرسي تاو وخامه بليات. هو مفيش اهلي اتحط وخسر. وسماته ده المهاجم، اذا كل لاعب التشكيل اتحط والاختيار كان اختيار لاعبي النادي الاهلي. يمكن حتى الكاف تجاهل بعض اللاعبين اللي انا كنت من وجهه نظري بشوف ان هم يتحطوا في القائمه بالظبط، يعني طبعا. بالنسبه لي يعني شيء عماد متعب، يعني في محمد بركات، في ابو تريكه، في لاعبين كتير جدا، فبالتالي لكن خلاص يعني كل ده ممثلين للنادي الاهلي وده الاختيار الافضل. ودي نقطه مهمه جدا، دي مش بس بتشير لفكره الشعبيه في التصويت، لان ده امر خلاص امر مفروغ منه ومنتهي، واي حاله فيها تصويت جماهيري تاكد تبع النادي الاهلي هيفوز، القصه منتهيه ومحسومه والكل اصبح يعي ذلك جيدا. مش حقيقي. بما لا يدع مجال للشك. ده احنا هنعمل 20 حلقه عن موضوع الشعبيه. هنعيد تاني، ما احنا هم خلاص هم دلوقتي بس هم متاثرين دلوقتي بخامه بلاد. بيهدى عليك كده شويه لان الصدمه صعبه. بالظبط كده، فده اولا الشعبيه. طب هتقول لي يا سيدي الشعبيه بس، هقول لك لا مش الشعبيه بس، حتى اختيارات الكاف للاعبين كان لاعبي النادي الاهلي هم الموجودين في كل تصويت، وبالتالي ده بيدل لك على ايه؟ ان اسطوره افضل لاعبين في التاريخ دائما وابدا بنسبتها بالورقه وبالقلم وبالاستفتاءات وبالترشيحات وبالجوائز هم لاعبي النادي الاهلي. شوف اتفضل. احنا لا لسه عندي تعقيب مهم على ده، بس احنا كمان عملنا ده في الحلقه بتاعه الشعبيه، يعني ده مردود يا اسامه لحاجه احنا عملناها. طبعا ده احنا جبنا في 50 سنه اتحاد كوره، اتحاد كره كان مختار لاعبين من مصر، كان طبعا النادي الاهلي، وجبنا اختيارات الكاف افضل لاعب اللعيبه اللي خدوا داخل القاره هم الافضل، عملناهم في بالزبط. من لعيب النادي الاهلي
ده كله انعكاس لاستفتاء طلع ترجم اللي احنا بنقوله بالظبط. عشان كده احنا وقتها في الحلقه قلنا يا جماعه هتيجي تقول انا جمهوري اكتر شعبيه في الهونولولو، جمهوري اكتر شعبيه في جزر كذا. القصه سهل، الكلام يا جماعه اسهل حاجه في الدنيا. انت ممكن تصحى تشوف نفسك انا يا بطل، انا احسن واحد. طب ايه المردود؟ طب هو جمهورك اللي انت قلت ان هو منتشر في العالم كله وفي كل حته ما بيدخلش استفتاءات دي، ما بيصوتش. ومهم جدا نقول حاجه، البعض طلع زايد على وطنيه الناس في حته اصل انت اختيار وعدم نجاح لاعب موجود في نادي اخر فالتصويت ضده. يا جماعه على فكره هو مش استفتاء على منتخب مصر، كتير جدا مش استفتاء على جنسيات، ده يا جماعه تصويت خاص بافضل لاعب من وجهه نظرك. قمه العنصريه ان انت تيجي تقول لي اختار اللاعب ده عشان مصري، الراجل بيقول لك افضل لاعب من وجهه نظرك. انا بستمتع باللاعب ده يا سيدي، مش من حقك تيجي تقول لي ما تصوتلوش. هي القصه بالعكس عنصريه تماما لما تيجي تقول لي انت ما تصوتش لاي حد غير عشان ده لاعب مصري. وانا عايز اقول حاجه هنا، كتير من جمهور النادي الاهلي خرج الموسم اللي فات يا اسامه، يمكن انا بختلف ان انت تقول ان حد يعني يصرح بده، وقال زيزو كان بيشيد بزيزو وبتاع، دي حاجه ككوره هو شايف زيزو لاعب جيد. انا كانت عندي وجهه نظر ان انا ما بعملش لفكره ان انت تزكي حاجه او تدي افضليه للمنافس عليك وانت بتلعب. ومش بقول ان فلان مش لاعب كويس، الكوره يا جماعه باينه لاي حد، بس ما تديش في وقت تنافس افضليه بالزبط. انما الناس كانت بتقول وجهه نظر فنيه، ما حدش قال لهم. فما يجيش حد يصوت في استفتاء في لاعبين تيجي انت تطلع تتهمه بان هو تجرده من وطنيته. يا جماعه لو منتخب مصر في الاستفتاء كل الناس تدخل تصوت لمنتخب مصر، انما دي لاعبين من دول مختلفه. كان عليك ان انت توجه رسائلك من الاول لجمهورك ان هو يبرز قدرته وشعبيته ويقدر في الاستفتاء يكسب لاعب، اصلا ما فيش لاعب من الاهلي قدامه بالظبط. بس هو كان في لاعب، يعني افضل تعليق جالي من بعض الجماهير الاهلاويه ان خامه بليات صديق بيرسي تاو، وكانت معنويات بيرسي تاو هتبقى في بدايه الموسم مش كويسه لو خامه بليات ما فازش بالاستفتاء ده. الحقيقه بس انا نتكلم بجد بقى، هو خامه بليات ده منين؟ من جنوب افريقيا، بشرته زيمبابوي من زيمبابوي، لكن بيلعب كان بيلعب في سان داونز لكن بشرته ايه؟ بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي كان بشرته ايه؟ القصه كلها يا جماعه ما كانتش قصه اللي بيحاول البعض يروجها على مدار تاريخ كامل ان بيتعرض لاعب نادي الزمالك لعنصريه من جماهير النادي الاهلي، لان اللي فاز بالاستفتاء قصاده لو بعض من جماهير النادي الاهلي دخلت الاستفتاء ده فهي اصلا راحت للاعب من زيمبابوي، لاعب بشره سمراء، مدربنا كان بشره سمراء. فيا ريت بلاش القصه دي والنغمه دي، ولاعبين كتير بيحملوا البشره السمراء في مصر يعني جماهير النادي الاهلي بتقدرهم وبتحترمهم في المنافسين، والقصه كلها هي قصه الروح الرياضيه والتعامل باخلاقيات كره القدم، مش قصه ابدا لون بشره. وما تحاولوش تدخلوا ده لان ده مش موجود عندنا على الاطلاق. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم، والاهلي خط احمر، واعتقد النادي الاهلي وعدم عبوره للمرحله القادمه في افريقيا هي خط احمر. مفيش رفاهية، مفيش حتى لا صوت، يعني هو كل حاجة احنا عندنا ومراهنين عليها يا أسامة هي بطولة افريقيا في كبداية وكانطلاقة، وجمهور النادي الاهلي مستني ده. بس على غير العادة بيجي لك منافس هتشوفه احنا تحت المجهر، زي ما كنا بنقول لكم دايما اون سبوت. عندنا النهاردة المينستيري اون سبوت، من بداية فريق المينستيري يا جماعة هو فريق ساحلي على ساحل تونس، قريب جدا من النجم الساحلي، يمكن المسافة ما بينهم بسيطة جدا ما بين مدينة سوسة ومدينة منستير. الملعب بن جناد، الملعب أصلا يا أسامة هو الناس كانت بتقول إنه ملعب صغير، هو مش ملعب صغير، هو نفس مساحة ملعب الأهلي والسلام، يعني نفس مساحة الملعب، الملعب مش صغير ولا حاجة. ولكن الفريق نفسه إيه قصته؟ قصة الفريق إن أنت جالك فريق مش مفترض يلعبك دلوقتي خالص. ايه اللي جاب الاتحاد المينستيري دلوقتي هنا؟ اللي جاب الاتحاد المينستيري دلوقتي هنا التصنيف، ان الفريق مش مفترض ان هو يكون في التصنيف ده على مستوى قيمته مقارنه بفرق دور ال 32 اللي انت ممكن تلعبها، انما الفريق موجود لانه هو مشاركاته في الافريقيه والسجل التراكمي اللي البعض مش واصله فكرته هو اللي خلاه يكون موجود من الادوار التمهيديه، وطبيعي ان انت تكون في مواجهته. طيب الاتحاد المينستيري يا جماعه كقيمه تسويقيه، الاتحاد المينستيري قيمته التسويقيه حوالي 9 مليون اورو، وهو
الثالث في الانديه التونسيه، وده شيء مش سهل. لو جينا بنتكلم عن الترجي النادي الافريقي يليه الاتحاد المنستيري، انت متخيل الاتحاد المنستيري كقيمه تسويقيه اعلى من النجم الساحلي، اعلى من الصفاقسي، اعلى من فرق كتير جدا لها باع في تونس، ويقترب من افريقيا، ويقترب من افريقيا، هو يكاد يكون الثاني فعلا يا اسامه، لان ايضا خرج منه لاعب كان مهم جدا راح اهلي جده مع بيتسو موسيماني، لاعب ايضا كان قيمته التسويقيه تفرق ويمكن كانت تخليه في المركز الثاني، ولكن فريق قيمته التسويقيه لو قورن عندك هيجي بعد فرق المقدمه اللي هو الاهلي والزمالك وبيراميدز، كان ايضا الاتحاد المنستيري هيجي عندك ده. فاذا انت بتتكلم عن فريق كقيمه تسويقيه، لا فريق كبير. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان بعض الفرق في دور ال 32 اسامه يعني بتيجي قيمتها التسويقيه 2 مليون يورو وارقام قليله جدا، فانت بتلاعب، لا بتلاعب كفريق، فريق عنده لاعبين، القيمه التسويقيه دي بتيجي من تصنيف لاعبين كرانكينج بقيمه تسويقيه معينه. محليا هو نادي فترته الاخيره يا اسامه هي فتره الصعود، نقدر نستعرض ده ونشوف ازاي الفريق جاي. هو الفريق جاي. الفريق جاي من دوري قوي جدا وهو الدوري التونسي. اللعب دايما مع انديه شمال افريقيا بيبقى فيه يعني بعض الصعوبات شويه عن اللعب مع الفريق الافريقي اللي بتكون في الادوار اللي زي دي، واعتقد لو انت بصيت بص على دور ال 32 هتلاقي اقوى مواجهه قابلت فريق من الفرق اللي تم تجنبها من تصنيف اللي هو النادي الاهلي مع الخمسه الكبار، مع السته الكبار يعني، فبالتالي هو الفريق يعني متواجد ومن اقوى الفرق اللي ممكن تقابلها في دور ال 32. عندهم طموحات؟ اه عندهم طموحات. طب جت منين الطموحات دي؟ جت من الموسم الاستثنائي اللي قدموه العام الماضي، فريق بيلعب دوري تونس، بيوصلوا المجموعتين، بيلعب مباراه بلاي اوف، رايحين لسكه اخر مباراه يفوزوا بيها ياخدوا الدوري. متخيل دوري فيه الترجي التونسي، النجم الساحلي التونسي، الافريقي التونسي، الصفاقسي التونسي، الفرق اللي لها باع كبير جدا في بطولات افريقيه وحصلت على البطولات بكل تاكيد، فتخيل انت ده بيدخل معاهم منافسه وبيصعد لاخر مواجهه واخر مباراه في الدوري، بيتعادل بيفقد البطوله لصالح فريق الترجي التونسي. فعشان كده عندهم امال كبيره جدا وامال عريضه جدا ان الفريق ده يروح بيهم في بطوله افريقيا لابعد نقطه ممكن الفريق يحققها. طبعا بيصطدم بالنادي الاهلي، ولكن اي حد بيصطدم بالنادي الاهلي بيكون عنده يعني دوافع اكبر، عنده حافز اكبر ان هو بيواجه بطل القاره، بيلعب ماتش للتاريخ امام بطل القاره. شفنا قبل كده النادي الاهلي لما واجه فرق جزائريه كان رئيس النادي بيقول شرف كبير جدا ان انا قدرت اجيب النادي الاهلي يلعب على ارضي في الجزائر، وده كان نوع من التقدير لقيمه وحجم واسم النادي الاهلي. فتخيل ممكن الدوافع تكون قد ايه عند الفريق التونسي. الفريق التونسي يمكن ما حققش بطولات كتير، ولكن كان موجود في اطار تحقيق البطولات على مدار تاريخه. فخلينا نلقي نظره على بطولات او انجازات الفريق التونسي اتحاد المنستير بالشكل المحلي. دوري الدرجه الاولى حقق وصيف موسم 2021 و2022، وكاس تونس كان وصيف موسم 2008-2009، وكان بطل موسم 2019-2020 يعني مؤخرا، وكاس السوبر 2019-2020 يعني مؤخرا، مع وصفت الدوري مؤخرا فده شيء ايجابي جدا. افريقي وصل للدور الثاني 21-22 فقط لغير، وفي دوري ابطال العرب كان في دور ال 32 ومره من دور الثمانيه 2008-2009. لكن خلينا نتكلم عن المواسم الاخيره لما يكون بطل كاس وبطل سوبر وكمان وصيف الدوري التونسي في المواسم الاخيره، فبالتاكيد عنده طموحات كبيره، بيقابل الطموحات دي ان هو بيواجه بطل القاره، فبالتاكيد دوافع. عنده كمان مدير فني سبق وقابل النادي الاهلي في البطوله الماضيه في الدور قبل النهائي، فهو يعرف كثيرا عن النادي الاهلي، فكل ده مش بيدي افضليه، بيدي نقاط قوه عند فريق الاتحاد المنستيري التونسي. لكن النادي الاهلي اكيد تاريخ عظيم، النادي الاهلي يمكن موقع جول العالمي عمل يعني تصنيف عن الانديه الاعلى قيمه تسويقيه في الوطن العربي. طبعا انت عندك انديه خليجيه كتير جدا، النادي الاهلي اتى في المرتبه التاسعه، والتسع فرق الموجودين في اعلى 10 تصنيف او 10 قيمه تسويقيه كلهم كانوا انديه الخليج، وبالتالي طبعا ده معروف هناك القيمه التسويقيه عاليه جدا جدا، وبالتالي النادي الاهلي في افريقيا هو الاعلى قيمه تسويقيه مقارنه بكل الفرق. النادي الاهلي تاريخ بطولات هو الاكثر تحقيقا للبطولات القاريه، والنادي الاهلي حتى على تاريخ البطولات المحليه هو الاكثر تحقيقا للبطولات المحليه. بالتاكيد المباراه هتكون صعبه على الطرفين، لان ده في النهايه ملعب و90 دقيقه،
ودايما وابدا اللي التوفيق اللي بيكون حليفه توفيق ربنا بيقدر يفوز، واللي بيبذل مجهود على ارض الملعب كبير جدا وبياخد المباراه بجديه بيكون التوفيق حليفه. نتمنى يكون في جديه كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي، وتكون بدايه كولر وعلاقته بجماهير النادي الاهلي علاقه بدايه فوز. انا عايز اقول لكم مستر مانويل جوزيه لما جه ولعب مباراه وديه امام ريال مدريد اللي هي نصف القرن، يعني احنا بنتكلم عنها مباراه وديه ما بنقولش انها رسميه ولا اي حاجه، حتى لو كان المنافس ريال مدريد، حتى لو كان هو نادي القرن في اوروبا او في العالم، القصه مش قصتنا خالص. في النهايه هي مباراه وديه امام ريال مدريد، قدر النادي الاهلي يفوز، مستر مانويل جوزيه قدر يدخل الى قلوب جماهير النادي الاهلي، ثم توالت الانتصارات وحقق بطوله افريقيا. فنتمنى يكون في انتصار غدا باذن الله وعبور من المطب الصعب في دور ال 32، يدخل كولر يا فارس قلوب جماهير النادي الاهلي وتثق فيه. وده برضو اللي عامله رينيه فايلر لما فاز ببطوله السوبر المحلي امام نادي الزمالك، يمكن انا وانت كنا في الاستاد وقتها، مباراه 3-2 اللي كانت المفروض تنتهي 5-0 فعلا. بالتاكيد البدايات بتفرق جدا، ومتفق معاك. وعشان كده البدايات كمان لازم تخلينا نبص للاتحاد المنستيري يا جماعه بنظره حقيقيه. بمعنى ايه؟ هو فريق يجيد اللعب مع الكبار، عارفين فكرة اللعب مع الكبار؟ هو فريق يجيد اللعب مع الكبار، وده مهم جدا. بمعنى ايه؟ عندك فريق ممكن تقول اصل ده تاني الدوري التونسي، بس تلاقي الجاب كبير جدا بينه وبين بطل الدوري، يكون حاسم بفرق كبير جدا، عادي جدا مواجهات نتيجه التاني والتالت والرابع في الترتيب يكونوا عاملين مواجهات سيئه في المباريات المباشره معاهم، عامل نتائج سيئه. انما لا، الاتحاد المنستيري مش كمان في لقى نفسه ورا الترجي كتاني كده، ده في الدوري التونسي والبطوله التونسيه بلاي اوف، يعني مرحله اتجمع فيها الافضل في الدوري التونسي في الترتيب، يعني الكبار مع بعض واتحطوا. يعني هنا كمان هو صعد عن مجموعته وراح لعب في المعمعه مع كل الفرق الكبيره. طب تعالوا شوفوا نتائجه مع كل الفرق الكبيره اللي تخلينا لازم نحط 100 خط تحتها، ونعرف ان احنا هنلاعب فريق. احنا ما بنقولش ان النادي الاهلي افضل من اي حد في افريقيا، ولكن كمان انت لازم تبقى عارف ان هو بيجيد اللعب مع الفرق الكبيره. نتائج المنستيري في المرحله الخاصه بحسم الدوري التونسي، لعب مع النادي الافريقي، فاز على النادي الافريقي. الاتحاد المنستيري والترجي، هنا الترجي البطل قدر يفوز عليه بصعوبه 1-0. المنستيري والنجم الساحلي، فاز على النجم الساحلي برباعيه. تعادل مع بنجردان، فاز على الصفاقسي 1-0. خسر من الافريقي. المنستيري والترجي رجع كسب الترجي 3-2. فاز على النجم الساحلي 2-0، فاز على بنجردان 2-0، وتعادل مع الصفاقسي. التعادل اللي افقده الدوري. بالظبط. اذا انت عندك هنا فريق قادر يا جماعه يلعب مع الفرق الكبيره، مفيش فريق من الفرق الكبيره اللي هنا ما قدرش يتفوق عليه، حتى الترجي بطل المسابقه كسبه ماتش وهو كسبه ماتش. ده فريق لازم يخليك تعرف ان هو لا، فريق عنده ثقافه ازاي يقف في الملعب قدام فريق كبير. على فكره يا اسامه، ممكن يكون هيقابلنا فريق تاني الدوري بتاعه او ترتيبه مفاجاه كده لمده موسم، بس هو ما عندوش احتكاكات مع فرق كبيره، وتقول لما يبدا يلاعب فريق عنده شخصيه البطل هيبقى المباراه سهله. لا، المنستيري اثبت في مواجهه الفرق اللي لها عراقه على مستوى التتويجات في البطوله التونسيه، اثبت ان هو فريق قادر يعرف يقف في الملعب كويس، يكون منظم، يعرف ازاي يلعب معاك الجيم ده. لا مش تونسيه فقط لا غير، ده كمان اثبت ان هو مع الفرق اللي لها عراقه افريقيه ولها صولات وجولات في افريقيا، زي فريق الرجاء البيضاوي المغربي في البطوله الكونفدراليه 2021 2022، قدر فريق 2019 2020، قدر فريق اتحاد المنستيري يصل ان هو بيلعب مباراه ذهاب واياب مع الرجاء بيفوز 1-0، والرجاء بيفوز 1-0 وبيصلوا لركلات الترجيح، وبيصعد الرجاء بركلات الترجيح. ويمكن هو ده اللي مخلي طموحات وجماهير واعلام تونس كمان شايف ان المباراه 50-50، لانه شاف المنستير او اتحاد المنستير وهو بيلعب امام الترجي، حتى اخر مباراه وديه لعبها كان لعبها امام الترجي وتعادل الترجي في دقيقه 95، فشايف ان هو بيقدر يلعب امام فرق قويه داخل تونس وخارج تونس، وان هو خرج من الرجاء البيضاوي المغربي بركلات اللي هم ركلات الحظ، ركلات ترجيح فيها توفيق كبير لحارس المرمى او للاعبين، وبالتالي قدر يوصل بالجيم مع الرجاء لركلات الترجيح. وده بيقول ان الفريق عنده قدره على مواجهه الفرق القويه سواء داخل القاره او خارج القاره. يمكن الاعلام التونسي حتى وهو بيعبر الاتحاد المنستيري الجيش الرواندي
اتكلم في نقطة مهمة جدا، قال ان هو مش عاجبهم اداء الاتحاد المنستيري في المباراة دي، وشايفين ان هو امام فريق الجيش الرواندي قدم مباراة دون مستواه، يعني دون مستوى الاتحاد المنستيري، وبالتالي عاوزين الاتحاد المنستيري يظهر بمستواه امام الفرق الكبيرة، ووجهة نظرهم ان هو امام الفرق الكبيرة بيكون افضل بكتير، وان هو بيعلى مع الفرق الكبيرة. خلينا نروح لاحصائيات مباريات الجيش الرواندي سواء الذهاب او الاياب مع الاتحاد المنستيري، ودي طبعا المباراة اللي هي كانت ذهاب اللي فاز بها الجيش الرواندي 1-0. التسديدات كانت للجيش الرواندي 9 مقابل 2 لفريق اتحاد المنستيري. تسديدات نجاحها كانت 5 للجيش الرواندي مقابل 0 تسديد نجاح، يعني كان كل التسديدات خارج، التسديدين كان خارج المرمى. لكن شوف الاهداف المتوقعه عشان تعرف خطوره الفريق اللي زي ده، كانت 15% للمنستيري و1.75 للجيش الرواندي، هو بس في ممكن تكون مكتوبه بشكل معاكس، والاستحواذ كان 51 المنستيري و49 الجيش الرواندي. طب هنا هنتكلم في ايه؟ طب ده معناه ان هو خارج ارضه ما كانش مقدم مباراه جيده؟ ما كانش مقدم مباراه جيده، لكن لو انت شفت المباراه هتلاقي اخر تلت ساعه بيقدر ان هو يصل لمرمى المنافس، ولما بيصل بيصنع خطوره كبيره، يعني انت ممكن ما تلاقيش الفريق ده هو المبادر دايما خارج ارضه باللعب، لا، بيقف وبيتحفظ، ولكن لما بيجي في الوقت اللي هو 20 دقيقة الأخيرة وحاول إن هو يلعب هجوم مباغت أو هجوم عكسي، بيقدر إن هو يصل لمرمى المنافس بسهولة وبيشكل خطورة كبيرة جدا. عندنا المباراة الثانية وهي مباراة العودة اللي فاز فيها المنستيري 3-0 على الجيش الرواندي. المنستيري برضو كانت تسديداته أقل بكتير من الجيش الرواندي، وده بيؤكد وهو على أرضه، وده بيؤكد حاجة مهمة جدا، إن الفريق ده فريق متحفظ، فريق لكن لما بيوصل للمرمى بيقدر ان هو يحقق خطوره كبيره جدا. تخيل ان هو بيصل لخمس تسديدات في المباراه دي وبيسجل 3 اهداف، موضوع صعب جدا وموضوع خطر جدا على الجانب الهجومي، وهو عنده لاعبين بيمتلكوا القدره على التسجيل، وبالتالي لازم يكون في حرص من طريقه واسلوب فريق اتحاد المنستيري وتحديدا في الهجمات المرتده، ويكون عندنا بعض التامين على ان انت يعني توقد هجمه الاتحاد المنستيري من بدايتها، اللي هي سرعه بكره لغه الكره كده، سرعه ارتداد الكره، ان انت سرعه الدفاع العكسي اللي هو الضغط العكسي اللي انت بتعمله، ما تخليش الاتحاد المنستيري يقدر يبني او تدي مساحه ووقت ان هو يلعب عليك المرتدات، لانه فعلا خطير جدا في المرتدات. لكن اعتقد كولر درس الفريق بشكل كويس، والنهارده كان في محاضره مع اللاعبين، وكان في جلسات فنيه كتيره جدا مع اللاعبين ولقطات من مباراه الاتحاد المنستيري، واعتقد يا فارس يعني الفريق كتاب مفتوح امام كولر. بص، اكيد كولر ذاكر الاتحاد المنستيري كويس، لان هو الاتحاد المنستيري عنده حاجه غريبه يا جماعه. مدربه السابق فوزي البنزرتي كان ليه باترن وليه نسق معين بالكوره، نوفيتش لما جاء قريب جدا منه، وده الغريب. يعني هو دخل، لو انت بتتفرج مش هتحس في حاجه اتغيرت، نفس النسق الغالب عليه 4-3-3 بنفس المجاميع بنفس طريقه التحضير، فده اللي ما عملش هزه. وهو راح بص مدرب واعد حقق مع وفاق ستيف، راح لحته ابعد من امكانيات وفاق ستيف في دوري الابطال. انت لازم تقول ان وفاق ستيف راح لحته ابعد من طبيعي من تصنيفه حتى المالي وتصنيفه كرانكينج مقارنه بالفرق. فاذا هو راح راهن على مين اللي يقدر ياخدني كامكانيات ويوديني لحته ابعد، فكان اختياره مهم جدا. طيب بيلعب ازاي الاتحاد المنستيري؟ الاتحاد المنستيري يا جماعه عنده بعض الحاجات المحفوظه، هو عنده شيخاوي كجناح يمين والمحرسي كجناح شمال، وزياد العلوي ده مهاجم كل لعبهم بلا مركزية، دايما زياد العلوي هتلاقيه بيفتح كوينج وبيدخل يعمل كاتنج انسايد سواء شيخاوي او المحرسي، وكمان عندهم مجاميع زيادة دايما من العمق، ادي الخطورة على الاطراف باللا مركزية والروتيشن، روتيشن على مستوى المراكز داخل الملعب، وكمان مجاميع الزيادة. اومارو ده لاعب الارتكاز في منتخب النيجر، مسجل 3 اهداف في الدوري الموسم اللي فات، ولاعب واعد رغم ان هو ارتكاز، ولكن اولا هو من اكثر اللاعبين قطعا للكرات، لاعب مهم جدا، لاعب كمان بيقدر يكون ليه زياده هجوميه بتلاقيه جوه المرمى. طب هو ده بس؟ لا، حسام طاقه ولاعب انا بشوفه واعد جدا في الكره التونسيه، هو من الناس اللي سجلت في المباراه اللي فاتت وصنع هدف، كمان نفس الطريقه يا اسامه بيكمل من العمق ويدخل، فبتلاقي عندك الاثنين الارتكاز او الاثنين الايت اللي بيلعبوا بيكملوا كلاعيبه في العمق، وزياد العلو بيطلع ويسيب العمق، وعندك بتدخل الاطراف، فكان بيتحول الفريق لرباعي موجود قدام. هل ده
انت معناه ان عندك مشكله؟ لا، انت ما عندكش مشكله في وجود لاعبين زي اكرم توفيق وعلي معلول. كمان الفريق الناس هتتعامل ان طيب ده نقاط قوه، اه طبعا نقاط قوه، عنده الضربات الثابته مميز فيها وعنده التسديدات، في تعليمات واضحه بالتسديد سواء من أمارو او حسام طاقه او الجناحين، ولكن عنده الجانب الدفاعي في مشاكل كبيره جدا جدا، وليس على مستوى، وخصوصا الصغراوي ليس على مستوى ابدا الهجوم بتاع الفريق او تحركاته، عنده مشاكل دفاعيه كتير جدا نقدر نستغلها. ولكن اللي يبدا يخليك تفكر في المباراه ان دايما بيحقق التفوق ده لما يهاجم، ودايما اللامركزيه والجناحين والضم بتاع أمارو وحسام طقه والدريدي بيكون دايما وراهم بيلم لما بيهاجم. هل مع النادي الاهلي هيعمل ده؟ انا شك يا اسامه، بس هي قوته انه يعمل ده. وانا ما اعتقدش، لان زي ما بقول لك امام الجيش الرواندي ما قدرش يعمل ده، سواء في المباراه اللي كانت مباراه العوده، وانا اتوقع ان هو هيكون في تحفظ، ممكن ياخد حماسه الجماهير اول 10 دقائق، لكن بمجرد ما النادي الاهلي يقدر يستحوذ على الكره زي ما بيحصل مع اي فريق بيواجهه، النادي الاهلي بيكون الاستحواذ دايما للنادي الاهلي، وهم في الجانب التونسي قلقانين جدا من القصه دي، لان هم شايفين لما عقدوا مقارنات بين خط وسط فريق الاتحاد المنستيري وخط وسط النادي الاهلي، طبعا خط وسط النادي الاهلي خبراته وكفاءته اعلى بكتير، عاملين حساب لاليو ديانج وعمرو السليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشه، عاملين حساب ده تحديدا، ممكن جدا يكون في مفاجاه في التشكيل بكره كولر يباغت بيها المنافس. فاعتقد ان ممكن اول 10 دقائق يكون في حماسه جماهير، النادي الاهلي يقدر يمتصها بشكل كبير جدا، والنادي الاهلي قادر ان هو يستحوذ على الكره ويفرض سيطرته على المنافس حتى على ارضه. ان شاء الله يكون ده موجود ويكون بداية موفقة جدا للنادي الأهلي. لكن عندنا المدير الفني كان له تعقيب مهم جدا، خاصة بعد مواجهة النادي الأهلي. هو مدير فني يستحق الاحترام، الراجل في مسيرته أسامة دايما بيروح دوريات، دورة في دوريات كتيرة جدا في الخليج، تجربته في الجزائر، تجربته الآن مع الاتحاد المنستيري، هو رجل دايما في حتة قريبة من اللي كنا بنتكلم عن كولر فيه، بيحاول يحقق مع الفريق أكبر من المتوقع منه، فده مميز في داركو. ولكن لما يروح تلاعب وفاق سطيف البطولة اللي فاتت ويحرص بعد المباراة على دخول غرفة خلع الملابس للنادي الأهلي تحية الفريق، كانت لافتة غير معتادة، وكانت لافتة وقتها أسامة مجال تناقل كل الأهلوية والتقدير، لأن حد بيقدر الأهلي، اتقال إيه وتفسيره للقطة دي إيه، والمدير الفني اللي هيلاعبنا كيف يرى النادي الأهلي؟ نطلع ونسمع. And we could see you after the game, yesterday's game, you went through the changing room for Al Ahli to congratulate them after winning the two games. And what we know that the Ahli players even applauded for you after this congratulations. So if you can tell us what happened during being inside their room. You know, for me, it's not normal thing. It's my nature. You know, I'm culture from my family, my father, too, all the time to play some fair play. And when you lose, you have to congratulate to your opponent, especially if he was better. And for me, everything was perfect in both matches. And Ahli deserved to be at the end. It deserved to be in the final. And really, I wish that Ahli win again Champions League, especially because they was playing against us, and it will not be easy for them in Morocco for sure. Ah. But I think they will have support from our side. But again, for me, it was also a big honor to came to them and congratulate. But like I said, it's in my nature. So you are supporting Al Ahli against Wydad in the final? From my side for sure, because you know, Ahli, we and Ahli play in the semi-final. If we play with that, maybe I support with that. But now in this case, for sure, I support Ahli and Peter Musimane. Okay. قلت له انت رحت امبارح لغرفة خلع الملابس للعيبة الأهلي وكلمت معاهم، باركت لهم وهم سقفوا لك في النهاية. قال لي شايف ان دي حاجة طبيعية، لان دي طبيعتي انا، ببارك للكسبان دايما حتى لو كان على حسابي انا. فقلت لهم مبروك، وده كان الامر اللي انا حبيت اعمله، ان احنا قدمنا مباراه جيده قدام الاهلي وبنحترم جدا مسيره هذا الفريق. فقلت له، فقال ان هو يعني بيساندهم حتى، وان الماتش مش هيكون سهل قدام. مدرب بيروح يقدرك في غرفه خلع الملابس، هو بكره هيكون عارف قيمتك، وهيوصل للاعبي الاتحاد المنستيري قيمتك، اذا كانت نقطه بتحسب له قبل كده
فبكرة هي نقطة لازم احنا نحطها في الاعتبار. مدرب قال ان هو هيساندك امام الوداد في النهائي، كل دي حاجات تخليك تفكر ان ده مدرب عارفك كويس قوي. زي ما بنقول ان السي في بيفرق، هو مدرب تنقل بين فرق، بيحاول يطور من الفرق، ده السي في بتاعه له كل الاحترام، بس على الجانب الاخر السي في بيفرق. انت لديك كولر راجل مدرب لمنتخب النمسا وصل بيه لاعلى رانكينج درجة العشرة على العالم، وكمان حقق بطولات على مستوى الدوري السويسري، وسي في حاليا لو هنحط سي فيهات المدربين يا اسامه داخل القاره الموسم ده، اكيد كولر هيكون في مرتبه قويه جدا ومميزه جدا. عشان كده برضو ايضا هو مع كولر اكيد هيعمل حساب كمان للنادي الاهلي وهيكون مركز في المباراه. بالتاكيد يا فارس، وده طبعا كان شيء ايجابي جدا بعد المباراه الماضيه مع فريق اخر. ولكن خلينا في مباراه غدا، وكيف تناول الإعلام التونسي مباراة غدا واتكلم عنها إزاي. وطبعا يعني مش هينفع نتناول الإعلام التونسي ولا نتعرض للكابتن المعلق الكبير عصام الشوالي اللي له حكايات وحكايات مع النادي الأهلي وبهذه الدربيات، إذا أخسرها لا أخرج من بيتي أسبوع. نطلع نشوف المعلق عصام الشوالي قال إيه عن مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري. تحية لجمهور الاتحاد، يسر فيك على المردود. سبحان الله، القلب على القلب. الاتحاد المنستيري ما عنده ما يخسر، اول مشاركه في دوري الابطال بامكانهم يربحوا، الاهلي اكيب جديده وما عندهم ما يخجلوا من التاريخ. صحيح. الاهلي في اول مشاركه افريقيه عام 76 خرج من مولدية الجزائر عام 76. دونك انت ما عندكش مشكل، ريانا بيردو توتا غانيي، الجمعيه تعمل كيف عجبتني. الاهلي ما لعبت حتى ماتش، جوارد جدد كان باش يركبوا القديم، كان باش يركبوا القديم بصراحه مطبطبين، كان باش يركبوا جديد مازالوا ما لحموش. الاتحاد المنستيري انا عندي ثقه فيه بصراحه انه يقدر يمشي دور ما عندك ما تخسر اليو اس مو، راهو حتى مضمونه في الكاف باش تكون في دوري المجموعات، وباش نسيح ونعلق ونقول ليه للاتحاد المنستيري في افريقيا، لكن نخير انا الشامبيونز ليج. تعلمت مرمك المعلم، المعلم ليتوال تلعب في 2004 في ابوجا، المعلم يراني في ليتوال، عرفتوه المعلم الشتالي طبعا، المعلم قال لهم ريتول بوديوم، باش نطلعوا نحن البوديوم، باش تاخذ الميداي من رئيس نيجيريا، اختار انت الفضه ولا الذهب يا حبيبي. المستير انت راك باش تلعب كاف، اختار شامبيونز ليغ ولا كونفدراليه، ما عندك ما تخسر. وليدات يعملوا كيف مستير جمعيه معناها فريمون، عرفتها قديما نسمعوا بها الحوكمه الرشيده، الور لا اذا فما حوكمه رشيده هي الاتحاد الرياضي المنستير. صيحات النادي الاهلي هو في فتره نادي الاهلي في فتره انتقاليه، مدرب جديد سويسري كولر من بعد معناها البرتغالي اللي غادر، الزاد البشري صحيح تغير بنسبه كبيره، لكن اللي معناها اللاعبين الخبره ولاعبين التجربه مازالوا متواجدين معناها في الخطوط الثلاثه. الاتحاد المنستيري يلعب حظوظه يمن قدراته وانه ممكن يستغل وضعيه نادي الاهلي كما قلت انت يا عصام، معناها من حقه باش يقدر. وعلى فكره نزيد نشجع الاتحاد المنستيري، تاريخيا راهو المستير الاهلي مع الفرق الكبيره كاسح، راهو مع الفرق اللي تعتبر معناها اقل تجربه واقل خبره في البلدان العربيه، ما عندهاش تجارب الافريقيه، راهي ديما تعذبت. واول مقابله خرجت، سامحني تفضل، طاحت من اهلي بنغازي، طاحت من المغرب التطواني، ما تحلكش من الرجاء والوداد، وطاحت لك من المغرب التطواني، طاحت مع فريق الجزائري اللي اسمه المستير ما عندوش تجربه، لكن عنده الروح والجرينتا باش ان شاء الله بالروح والجرينتا يتجاوز الاتحاد المنستيري. انا وقتها يمكن باش نتفرج فيه الماتش، نمشيو مع بعض المستير، خاطر وقتها ساتومب مع الدبل في تي ا نتاع اونس ان شاء الله في المستير في نفس الجمعه. اي دوره كبيره بتصير ان شاء الله تكون متابعه. كابتن عصام الشوالي، لولا النادي الاهلي لكان للانديه التونسيه شان اخر، بيتحدث عن امكانيه صعود اتحاد المنستير، وده طبعا حقه على الاطلاق وده شيء طبيعي جدا لان الراجل تونسي. ولكن هو قال نقطه احنا كنا سبق واتكلمنا فيها، وتحديدا قلت لكم مشكله النادي الاهلي ان هو دايما لديه ما يخسره، اتكلم عن ان اتحاد المنستيري ليس لديه ما يخسره. ايه المشكله؟ بتلعب في دوري الابطال، لو كسبت عايز اقول لليه واتكلم عنك وانت في دور المجموعات، طب لو خسرت رايح الكونفدراليه الافريقيه، وده بالنسبه لك شيء ايجابي ان انت تكون متواجد على الساحه الافريقيه. وده المشكله الحقيقيه، ان النادي الاهلي ما بيلعبش على الفرصتين دايما، طول عمره بيلعب
على الفرصة الواحدة، حتى لو متاح لي الفرصة الثانية، ولكن دائما وابدا بتلاقي النادي الأهلي بيفكر في الفرصة الواحدة، بيفكر دايما ان مصيره يكون في اقدام لاعبيه، ان انت تلعب على دوري الابطال، ان انت كبير هذه البطولة، ان انت اللي محقق 10 القاب من هذه البطولة، ان انت اللي واصل اخر 3 نهائيات من هذه البطولة، فبالتأكيد بالتأكيد انت مركز كويس قوي على دوري ابطال افريقيا، على عكس المنافس اللي بيلعب بأريحية انه ممكن عادي يلعب كونفدرالية. وعجبني جدا وذكاء عصام الشوالي، لانه مش هيغير الكلام اللي هو قاله، لولا النادي الاهلي لكان الانديه التونسيه شان اخر. قال ايه؟ قال النادي الاهلي مع الفرق الكبيره كاسح، يعني تلاقيه مع الترجي مع الافريقي مع النجم هيكتسح، لكن النادي الاهلي عنده مشكله مع الفرق اللي هي مش كبيره قوي في الجانب الافريقي، وضرب مثال هو حقيقي حصل، اهلي بنغازي وطبعا كمان المغرب التطواني، وده حصل. لكن مش عايز اضرب لك امثله اخرى ان النادي الاهلي قابل فرق في نفس القصه وتخطاها، ولكن كانت التغطيه بصعوبه زي الدفاع الحسني الجديد بهدف في الدقيقه 95، لكن القصه اصلا كانت مستوى الاهلي هو الفيصل، مستوى الاهلي وقتها كان صعب عليه او كان غير موفق على الاطلاق، وكان الكواليتي بتاع اللاعبين عندنا في مشاكل كتير جدا، فكان عشان كده بتستشعر الصعوبات دي، ما كانش القصه عشان الفريق قوي او الفريق ضعيف اللي بيواجهني، لا، لان انا لما كنت في قوتي وكنت بطل القاره الافريقيه وقابلت البنزرت التونسي، المثال اللي طبعا كابتن عصام الشوالي استبعد ان هو يروح ليه، لانه عنده دور مهم جدا في رفع الجوانب المعنويه لدى فريق الاتحاد المنستيري، لكن لا، انا قابلت البنزرت التونسي، ومع كامل تقديري لفريق البنزرت التونسي ليس هو من الانديه القمه في تونس زي الترجي وزي النجم وزي الصفاقسي والافريقي اللي لهم باع في البطولات الافريقيه، قدرت اتعادل معاه 0-0 بره، وقدرت افوز عليه في 2013 2-1 وكملت مسيرتي وحققت اللقب. اذا القصه مش قصه فريق صغير او فريق كبير بيقابلني، ان شاء الله الاهلي بيكون دائما وابدا لما يكون في مستواه بيكون كاسح، سواء الفرق الكبيره او الفرق الصغيره، واحنا اللي منتظرينك تقول في النهائي، والاهلي بيسجل ان شاء الله للييه وتحتفل كالعاده بفوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا المره ال11 ان شاء الله. بصوا الشوالي ممتع جدا، يعني ممتع في كلامه وفي تعليقه، وانا بشوفه هو حكاء افريقيا يعني وحكاء الكره العالميه، والراجل كلامه في من الذكاء وفي من امتى يستخدم الجمل وامتى يبرز قوه النادي الاهلي، بس هو بيبرزها يقول لك بس المستحيل مش موجود، وهو بيقول ان انت فريق قوي ما يقدرش يقلل منك عشان ما يهبطش فريق المنستيري وما يروحش الحتة ان النادي الاهلي قصر، لا هو عارف قيمه النادي الاهلي، بس يقول لك انت كمان عندك الكونفدراليه، لدرجه ان شفت تعليق على الفيديو ده على صفحه الاذاعه التونسيه يا اسامه، البعض بيتكلم فيه ان لا ده في جانب ايجابي ان انت حظوظك في الكونفدراليه قد تكون اعلى بالظبط، يعني انت كنادي المنستير حظوظك، وده فعلا واقع، يعني حظوظ الاتحاد المنستير في الكونفدراليه زي ما شفنا فرق كتير جدا حديثه او فرق في الكره فيها طفرات في الفتره الاخيره زي نهضه بركان او بيراميدز، هو ايضا في الحته دي يقدر يروح بالظبط، على عكس يا جماعه دوري ابطال افريقيا هو دايما الفرق التي لها عراقه تاريخيه على مستوى التتويجات، طبعا في فرق انشائها حتى او على مدار سنوات فلها كل التقدير مننا، ولكن بنتكلم نهائي افريقيا دائما ما يكون ما بين الفرق التي لها باع في التتويجات الا باستثناءات بسيطه على عكس الكونفدراليه، فهو فعلا داخل بظروف نفسيه مختلفه جدا وضغوط اقل فعلا فده يخلينا محتاجين نكون مركزين من اول المباراه لاخرها، ولكن كمان عايزين نشوف الناس في تونس تناولت المباراه على مستوى الفنيات ازاي. عندنا الصادق جحبيش كان له كلام مهم جدا عما يخص الاهلي والاتحاد المنستيري وبعض النقاط ردا على ان احنا كمان سمعنا تصريحات اصل الاهلي مش في حالته، اصل الاهلي عنده مشكله، اصل الاهلي فريق مع مدرب جديد ومفيش فتره اعداد، بمعنى ان كان عنده، على فكره يا جماعه كل اللي بنقوله بيوصل في تونس، كل الكلام اللي الناس بتناوله اصله ما لعبش مباريات وديه، كل ده اتقال في الاذاعه التونسيه وفي الصحف التونسيه وتم تناوله، فتعالوا نسمع حتى البعض هناك كان عنده ردود ذكيه جدا تبين ان هو عارف قيمه الاهلي ازاي، نطلع ونشوف الفيديو. انت تمجد في الاهلي مرارا وتكرارا. اي هاني جيتك عاد تبع لي بالفيديو. الاهلي اليوم بتاع اليوم كي راه الليستا بتاع الاهلي اللي جاي باش يلعب كونتر مسير بيرسيتا مش موجود راهو باش نبداو متفاهمين. دونك الاهلي اليوم شناوي حارس اكرم توفيق ولا محمد هاني ايمن اشرف تعرف ايفونتويلمون في اللاكس علي معلول على اليسار. كنا نحكيو على حمدي فتحي اليو ديانج عمرو السوليه افشا كوكا الشحات اللي ليترنال اسبوار توا معناها معطاهم 6 مليون دورو اللي لوجوا فيهم وفي الاتاك الشريف معناها الاهلي ماهيش خايبه كيما نصوروا لها قاعدين
ما هيش الاهلي برونابل. الناس كل اول كلمه يقولوها والله الاهلي من الاهلي ما هيش في فورم كبير. ليه الاسامي هذوما اسامي كونفيرمي معناه يسوفي باش تلقى التوليفه صحيحه. شكون فما وسيم غايب؟ رامي ربيعه تيتولير انديسكوتابل الوحيد اللي هو غايب ما يلعبش. لكن اليوم اليوم كجمعيه وبالخدمه اللي كان يحكي عليها فهمني اسلام وبالتدريبات نتاعهم وكذا نتصور باش يكون في احسن حالاتها. معني بصوا هذا رجل الصادق جحبيش يعرف من اين تؤكل الكتف ويعرف تقييم الامور. وعلى فكره احنا هنا عهدنا بيكو دايما كلامنا من القلب للقلب. قلنا لكم واحنا حتى بنتكلم ان الاهلي عنده سكواد قوي كنا بنقول ان لا نحتاج تدعيمات ونحتاج ان النادي الاهلي دايما يكون في افضل صوره وده دايما عقليتنا ان الافضل للنادي الاهلي. ولكن هو اتكلم في حته مهمه، اوعى فكره ان انت تستسلم لان النادي الاهلي عنده مشاكل وجمعيه الاهلي او فريق الاهلي زي ما بيقول مش في افضل احواله. لا، الراجل عد الفرق دي اللي واصله لايه وعندها مقومات ايه، فانا ما اقدرش ابدا اكون راجل منطقي اطلع اقول ده فريق ضعيف. احنا هنا كجمهور اهلي بنتكلم دايما ان احنا عايزين نشوف الاهلي افضل ونعمل افضل وندعم اكتر وكل ده، دي عقليتنا احنا ان احنا عايزين نشوف الاهلي المثالي غول افريقيا اللي يبقى فارق بمسافات. انما اللي عندك دلوقتي زي ما هو قال يخلي اي فريق في افريقيا هو داخل مباراتك يعمل لك اعتبارات كبيره يا اسامه ويكون شايفك، لان هو قال خلي بالكوا الكلام التقييم اللي الناس بتتكلم فيه ان النادي الاهلي على مستوى الانتدابات، لا تعالى قول لي وقلب الاسم ده قيمته ايه، مركزه ايه، فلوسه ايه، دولي ايه، بيلعب ايه. فلازم ابقى عارف ان لا الاهلي محدش يقدر يقول ان هو مش داخل افريقيا وهو الفريق الاقوى. وعلى فكره ده كمان بالقيمه التسويقيه للنادي الاهلي، ودايما بنقول نحن نطمح ان النادي الاهلي يكون اقوى من كده كمان، ودي مدرستنا وده احنا بنقوله، انما انت حاليا برضو الاقوى بالتاكيد. هو بس الفكره كلها فارس ان احنا التعزيز وانت قوي وانت على القمه بيخليك تحافظ على وجودك على القمه، لان المحافظه على وجودك على القمه شيء صعب جدا. ولكن الاهلي عودنا ان هو قادر على انه يحافظ على القمه لفترات طويله وده اللي حاصل. ونتمنى ان شاء الله البطوله دي تكون من نصيب النادي الاهلي عشان يكرر انجاز اللي كان المفترض يتخطاه لاعبي النادي الاهلي البطوله الماضيه، ولكن ما حلفناش الحظ انجاز من 2005 ل 2008 لما حققنا 2 دوري ابطال، خسرنا النجم، قدرنا نعود في 2008 امام القطن الكاميروني ونحقق البطوله الثالثه في 4 نهائيات. نتمنى ان شاء الله يكون نفس القصه مع النادي الاهلي ويقدر لاعبي النادي الاهلي الحاليين الجيل الحالي يعني يحطوا اساميهم بتاريخ من نور في تاريخ سجلات ابطال النادي الاهلي. لكن على الراي اللي احنا سمعناه ده ومدى قوه النادي الاهلي والاساسي والاحتياطي لدرجه ان الراجل حتى عارف اللعيبه الصاعده زي احمد نبيل كوكا اللي انا قناعاتي الشخصيه هيكون له دور كبير ان شاء الله في الموسم القادم، لا كمان في ناس اخرين حاولوا ان هم يلعبوا على الجانب المعنوي لفريق الاتحاد المنستيري وان هم يعلوا الجانب المعنوي بالتقليل من امكانيات وقوه النادي الاهلي، منهم قيس مخلوف كان احد المدربين المساعدين في فريق الاتحاد المنستيري في فتره سابقه. نسمع الفيديو ونرجع نعقب. كم في المية انت شايف انه حظوظ الاهلي واتحاد المنستيري لو قسمناها في المية يعني 50-50 60 قسمناها في المية 50-50 الحقيقة تقال مقابلة الذهاب هي اللي بتحسم اللي هتظهر مين اللي ممكن حظوظه اعلى يعني حظوظه اعلى هي في مقابلة الذهاب النتيجة اللي الفريق اللي بيحقق نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب هو اللي بيترشح. مقابلة الذهاب مهمة جدا خاصة الاهلي في ليس في احسن حالاته وعنده قلة التركيز او قلة يلزمنا نلعب على الشيء هذا باش نخليوه متشكك في معنوياته متشكك في بس الاهلي خد بالك معودنا لما بينزل كده بيطولش بيطلع بينفجر على طول بينفجر عنده موسمين بينفجر عنده موسمين ما يحصلش الدوري عامين ما يحصلش ما بيطول يعني في تاريخه ما بيخسرش اكتر من كده. دي قصه رفع معنويات جانب الاتحاد المنستيري وان القصه 50-50
وان النادي الاهلي يعني في تشتيت وما فيش تركيز. لا، بحب اطمنك، اللعيبه مركزه كويس قوي، الفريق مركز كويس قوي. اول مره من فتره طويله نعمل بري سيزون حتى لو كان مدته قليله، ولكن قدرنا ندخل معسكر، حتى لو المعسكر الداخلي، ولكن قدر يحط اللعيبه وقت طويل جدا امام اعين المدير الفني مارسيل كولر. فبالتاكيد النادي الاهلي وضعيته الان وبكلام اللاعبين اللي قالوا ان الراحه كانت مفيده جدا ليهم هيكون في وضع افضل. قصه ربط الدوري ببطوله القاريه اتكلمنا فيها قبل كده، قلنا دي مختلفه تماما، في ظروف ممكن تقابلك في الدوري تخليك وانت الاقدر ما تقدرش تحقق البطوله، وفي ظروف مختلفه تقابلك في الكاف او في البطولات الافريقيه تقدر مع تقنيه فيديو مع تحكيم عادل تقدر تحقق البطوله، وده مش القاء اللوم على خساره الدوري ان الجانب تحكيمي فقط لا غير، او جانب ضغط مباراه فقط لا غير، لكن ايضا جوانب تقصير من عندنا، وده شيء يعني معروف تماما، وبنقدر اننا نشتغل على القصور اللي عندنا اكتر من اننا نعلق على شماعات التحكيم او ضغوط المباريات. والنادي الاهلي وهو بيخسر دوري قدر ان هو يحقق دوري الابطال الموسم الثاني على التوالي، وان هو يحقق برونزيه كاس العالم للانديه، ولكن انا هنعتبر ده موضوع رفع المعنويات عند لاعبي الاتحاد المنستيري، وراي مخالف للراي اللي استعرضناه قبل كده عن قوه النادي الاهلي وان هو بيمتلك فريقين وعنده قوه جباره في افريقيا. وهستعين بقى بكلمه الشوالي اللي قالها في احد تعليق على المباريات لما النادي الاهلي كان فايز باثنين دوري ابطال اثنين سوبر افريقيا كونفدراليه، وفي بيعلق على مباراه في 2014 بيقول النادي الاهلي محقق خمس بطولات من سته وبيقولوا النادي الاهلي واقع. ما لا واقع، ده لو كل الفرق وقعت وهو الاهلي كده يا ريت عندنا فرق تقع وقوع الاهلي وتحقق من اخر ست انجازات خمس القاب. نشوفكم بعد الفاصل وباقي فقرات الاهلي خط احمر. ورجعنا لكم، ويظل دوما النادي الاهلي خط احمر بمبادئه وبتاريخه وبمنهجيته في الرد وعرض القضايا. عندنا بمناسبه ده شيء يعني احنا بنحاول ننساه من الماضي السحيق بالنسبه لنا، واحيانا في امور كده في اللاوعي بتحاول تتجاوزها تماما، ولكن هو مش عايزنا ننساه. كابتن عصام، لان الماضي يعود يعود، في كان في مسلسل كده الماضي يعود يعود. هو بيحب الظهور يا اسامه، هو بيحب يكون موجود، ورحل ويبدو كده ان بعض ظلاله موجوده، يعني احنا لسه بنعاني من تبعات حاجات كتيره جدا هو عملها تحكيميه. لكن كابتن عصام، اللي احنا بنحاول يا كابتن عصام ننساك هنا، لان احنا اتكلمنا كتير قوي وبالمنطق وبالادله وباراء التحكيم وحاجات نحن ندرك جيدا في الاهلي خط احمر ان لا رد عليها ولا منجا منها في وجود ردود منطقيه بالصوت والصوره. ولكن كابتن عصام يعود من جديد ليتحدث هذه المره ليس عن حاله تحكيميه ولكن عن كيان النادي الاهلي. كابتن عصام عبد الفتاح قال ايه عن كيان النادي الاهلي؟ نطلع نسمع، وعندنا تعقيب مهم جدا. كيف ترى تعامل الأهلي خلال الموسم الماضي مع التحكيم، وكيف ترى تعامل الأهلي في المرحلة الحالية أو المرحلة المقبلة مع التحكيم؟ النادي الأهلي نادي كبير، كيان كبير، من الأندية الكبيرة مش بس في مصر وفي أفريقيا والعالم، هو والزمالك ومعظم الأندية اللي احنا بنحترمها ونقدرها. ولكن الشيء الحقيقه اللي زعلت منه هو احد بيانات النادي الاهلي اللي انا بحترمه كثيرا على فكره، لما اتكلم على لجنه الحكام وقال ان هي فقدت المصداقيه والشفافيه وانا رديت على ده لان ده لازم تكون في قضيه. يعني لازم احنا لجنه الحكام نرفع قضيه، بس ليه ما رفعناش قضيه؟ لان لما بيتهم لجنه الحكام بكده، لان ده اتهام صريح، انت بتتهم حكام مصر كلها، لان مش عصام عبد الفتاح ولا لجنه الحكام اللي بتحكم، اللي بيحكم الحكام يبقى انا والحكام لا. لكن انا رديت على ده، مش هرد عليه تاني، رديت عليه ان احنا ناس شرفاء، وان عيب هذا الكلام يتقال. عيب من الكبير. ليه ما رفعتوش قضيه؟ خلاص، لان احنا انا خدت حقي بعدها على طول. بأي حق اللي هو ايه؟ حق ان انا رديت على هذا الكلام. تمام، مفهوم. حقك خدته بان انت رديت على النادي الاهلي بدل ما تقاضيه، تكرمت انت في ده. الدخله بتاعه النادي الاهلي نادي كبير على فكره، واحنا كمان نحترم الجميع على المستوى الشخصي، ولكن من يتصدر للعمل العام ومن يتصدر لفكره التحكيم عليها ان يتقبل الاراء. افتقاد الشفافيه في تعيينات وفي تعامل مع حالات، روح البروتوكول، الاحتواء، الفيشه اللي بتتشال. كابتن احمد الشناوي خرج قال يا جماعه الاخطاء كلها في حته واحده، ده كل الناس المحللين قالوا الاهلي ظلم. فهذا هي الشفافيه.
النزاهة هنا تعني نزاهة عملية تعيينات أو ما إلى ذلك. هو هنا الكلام كله في إطار لعبة كرة القدم وفي إطار فكرة النزاهة هي العدالة. النزاهة هي الاختيار الصحيح. النزاهة هي أن أنت تحط الحكم في موضعه والأفضل. النزاهة أن فريق لا يظلم طول الوقت. فهكذا كان يتحدث النادي الأهلي. فكلمة تقاضي النادي الأهلي، تقاضي النادي الأهلي على إيه؟ تقاضي النادي الأهلي على إيه يا كابتن عصام؟ النادي الأهلي ده اللي كان بيقول إن في البداية كابتن محمود الخطيب يا كابتن عصام لما طلع اتكلم قال الحكام ياخدوا حقوقهم، الحكام ياخدوا حقوقهم كاملة عشان تطوير اللعبة. ده اللي حارب ليه كابتن محمود الخطيب عشان عايز انعكاس ده في الملعب. حضرتك وانت موجود الحكام من شهر مارس ما خدوش فلوسهم ومشيت. احنا النادي الأهلي اللي طالب بتطبيق تقنية الفار عشان النزاهة والشفافية. ده لا يعيب أحد، لا يعيب أحد، ولكن البعض وكأن يعني رمي بما هو في باطنه هو أو هو اللي بيتصوره أو التفسير الداخلي عنده هو. إنما النادي الأهلي لما يتحدث عن نزاهة وشفافية مسابقات ده مصطلح مستعمل في العالم كله إذا حضرتك ما كنتش عارف. ولكن أتمنى أن حضرتك كنت تطلع بهذه القوة تقول أنا ما رفعتش قضية ليه؟ لأني رديت وخدت حقي بنفسي. كنت أتمنى أشوفك بنفس المنطق ده مع ناس أساءت لشخصك بالأسرة وبالتعرض للحياة الشخصية وبالتعرض لأمور خارج التحكيم، وإحنا عمرنا ما عملنا ده ولا يمكن نعمل ده في منظومة النادي الأهلي لأن ده مش من أخلاقنا ومش من سماتنا. تم التعرض ليك، تم التعرض لحكامك خلال الموسم ده. تخيل بعد كل اللي حصل لمجرد مباراة والدوري المحسوم طلع أحد الحكام كان فيها لعبة، الحكم تم التعرض ليه بشخصه وتم التنمر عليه وتم الإساءة ليه حتى على طريقة جريته أو مشيته، وحضرتك ما طلعتش خدت حق الحكم. بتختفي تماما وبتنزوي مع البعض، ولا هو عشان النادي الأهلي بيتعامل بمبادئه وبشكله وبأخلاقياته فتتجرأ عليه في الكلام وتقول بس أنا رديته خدت حقي؟ لو ده معيارك نتمنى تاخد حقك في كل حاجة. عجبني جدا قصة ان هو بيحاول يحتمي بالحكام مثلما يعني حامى الحكام كثيرا، الا وهو ان النادي الاهلي لما طلع خطاب ضد لجنة الحكام كان بيسيء لكل التحكيم المصري. طيب يا استاذ عصام، حضرتك النادي الاهلي طلع سبع بيانات للتحكيم المصري. حضرتك النادي الاهلي كان بيطلع في البيانات اقتراحات لتطوير التحكيم المصري. كان النادي الاهلي بيشيد بالحكم المصري. كان النادي الاهلي بيحترم الحكم المصري. ولكن لما يكون في اخطاء واخطاء واضحه جدا في وجود تقنيه الفيديو ويطلع رئيس لجنه الحكام يدعي ان الاخطاء دي ويكذب عينينا ويقول لا الكلام ده اتبعت لخبير تحتمس في الفيفا في لجنه الحكام هناك ورد عليا، فيروح المذيعين يبحثوا عن اي خبير بالاسم ده ما يلاقوش الخبير ده. هولمز مفيش هولمز، اي خبير بيتقال مفيش اي خبير بيتقال. طيب بتدافع عن خطا ليه يا كابتن عصام؟ في مشكله هنا يا كابتن عصام. الحكم اللي حصل عليه المشكله في المباراه الاخيره اللي النادي الاهلي طلع البيان هو الحكم اللي في احد مباريات المنافس في كوره لعيب المنافس ضغطوا عليه ان هو يطلع تقنيه الفيديو، وتقنيه الفيديو وصوت الحكم الرابع وصوت تقنيه الفيديو وصل على الشاشات ان الكره ما فيش حاجه وبيتقال ايد دعمه، قام عامل كده وخاف يواجه لعيب المنافس وقام طالع رايح يبص 3 ثواني ويرجع قال العب ما فيش حاجه. حكم ما عندوش القدره ان هو يقف قدام لعيبه، ما عندوش القدره ان هو ياخد قرار تجاه لاعب زقه في مباراه في كاس مصر، ما عندوش القدره غير انه يروح يتعزم في مطاعم الملوخيه. دي القدره اللي عنده. هو جيد جدا في اكل الملوخيه، بيمتاز جدا باكل الملوخيه. دي المميزات اللي عند الحكم. فحضرتك طالع تقول النادي الاهلي بيتهم الحكام، لا، النادي الاهلي كان بيتهم الاداره للتحكيم. الاخطاء اللي كانت في اتجاه واحد في وجود تقنيه الفيديو، الحكام اللي انت كنت بتطلع تدافع عنها في كره لعيب يعني رافعين له التيشيرت للاخر ويقول لك ما هي فين؟ ما فيهاش حاجه. ازاي يا كابتن عصام ما فيهاش حاجه؟ وعايزني ما اتكلمش، لكن ان حد تاني يقول كذا وكذا وكذا على التحكيم، حد تاني يخاطبك انت على الهواء مباشره، تبقى عينك قاعد تبص للمتابعين وللحضور عشان ينقذوك من هجوم احد المسؤولين في نادي اخر في قناه اخرى فضائيه، لا بتتهرب. لكن النادي الاهلي عشان عارف ان هو نادي قيم ومبادئ واحترام وكلامه بيكون عباره عن بيانات وعن احترامات، حتى لما الكابتن او يطلع متحدث اعلام النادي الاهلي او يطلع مسؤول في النادي الاهلي او حتى هنا قناه النادي الاهلي بتتكلم بكل رقي واحترام. بنختلف، بالتاكيد هنختلف، بالتاكيد مش هنقبل ظلم، ده بالتاكيد،
لكن عمرنا ابدا ما هنحيد عن الخط اللي موجود في النادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي هو الاختلاف برقي واحترام. تعال بقى نروح كمان للكابتن عصام اللي بيكمل الموسم الماضي وسبحان الله، يعني النادي الاهلي كان بيطلب خبير تحكيم يجي من الفيفا يدي يعني يطور مستوى الحكام، فجبنا كلاتنبرج يمسك لجنه الحكام والفيفا بعت لنا الكابتن عصام عبد الفتاح عشان كلاتنبرج جالنا مسك لجنه الحكام وبعتوا لنا الكابتن عصام عبد الفتاح اللي هو قالوا عايزين خبير اجنبي، بيقول لك بعتوا لهم عصام امبرج. عصام امبرج بالظبط كده. نطلع نشوف الكابتن عصام عبد الفتاح في تعقيب اخر وحديثه عن النادي الاهلي واخطاء التحكيم ونرجع نعقب. الناس اللي ما كانتش فاهمه عشان كده بقول لك ملف التحكيم قليل جدا ما يتعديش على طبع الايد واحده اللي بيفهمه. هذا السؤال بيتكلم على روح القانون وروح البروتوكول اللي الناس كانت تقول لك ده الراجل ده بيخرف. انا محاضر في الدوري، محاضر في الفيفا يا هاني وخبير في الفيفا. ما بحبش اتكلم عن نفسي، لكن من الصعب ان اصل لهذا المستوى واتكلم في التحكيم بعبط. عيب، احنا عندنا ناس بتتكلم في التحكيم للاسف وبيحللوا التحكيم للاسف الشديد، منهم كثير ما يعرفش القانون. فيهم ناس محترمه على فكره. يعني السؤال قال لو في الحكم احتسب خطا على حارس المرمى وتم طرد حارس المرمى، فراح الفريق عمل تبديل عشان ما مش مستحيل يلعب بدون حارس مرمى، فطلع لعيب ونزل حارس مرمى بديل ونزل الحارس البديل. السؤال بقى الفار اتاخر في مراجعه الحاله. فلما راجع الحاله لقى ان حارس المرمى لا يستحق الطرد. تمام، فكده حارس المرمى لازم يرجع. كان يستحق انذار فقط. طب السؤال التبديل اللي تم ده ينفع الغاءه ولا لا؟ برافو عليك. الاجابه ينفع الإجابة روح البروتوكول، روح القانون وروح البروتوكول يتم الغاء التبديل. قالوا روح القانون ولا روح البروتوكول؟ الاثنين. قالوا روح البروتوكول وروح القانون. يا اهاني روح القانون هي دي بقت كانت زمان مش موجوده في القانون. كانت بنسميها الماده 18 والقانون 17 ماده. الان اصبح روح القانون موجوده في القانون. على فكره هدف فكرني هدف النادي الاهلي، هدف الكره كانت بتتحرك او بتتنطط على الارض في مرمى البنك الاهلي اعتقد. صح، برافو عليك. في مرمى البنك الاهلي. في النهايه القانون، وبقول للساده المحللين انا اعرف البروتوكول عن ظهر قلب، البروتوكول بيقول ان ما ينفعش يتدخل الحكم الفار في الاستئنافات اللي هي زي الحاله دي. انما العداله فوق اي شيء. فما لم تدخل وكان تدخله يعتبر خطا. ايوه يعتبر خطا، ولكن في النهايه حتى لما بعتنا استفسار للراجل اللي هو المسؤول الاول عن الفار في العالم، فرد الاجابه عندنا. قال ان فعلا الفار لا يتدخل في مثل هذه الحالات لان دي حالات اجرائيه. الخطا كان في الاجراء، ولكن ان الفار ادى فرصه اخرى للحكم. فهنا خلاه يصل الى العداله. ده بوساكا ولا كلينا؟ لا ده ولا ده، المسؤول على الفار اسمه مايك. هو كابتن عصام، هو مش هيتغير. قليلين قوي اللي بيفهموا في التحكيم للاسف، اللي بيحللوا التحكيم ما بيفهموش في التحكيم، ولكن في منهم قله محترمين. هم محترمين لكن ما بيفهموش. عند الكابتن عصام دي القاعده بتاعه التحكيم، الكابتن عصام فقط لا غير هو اللي بيتكلم عن التحكيم. وراح لسكه مهمه جدا، عايز يقول قصه روح البروتوكول دي اللي جبنا قبل كده الكابتن ياسر عبد الرؤوف وهو بيشيد بيه دائما وابدا الكابتن عصام فتاح، وقال ما فيش حاجه في قانون او في تطبيق تقنيه الفيديو حاجه اسمها روح البروتوكول. يعني فتحت ال 17 ماده قلبت يمين للشمال من الجلده للجلده، ده كلام الكابتن ياسر عبد الرؤوف، مفيش حاجه اسمها روح البروتوكول. طب ايه المثال اللي ضربه الكابتن عصام عبد الفتاح عشان يوثق كلامه في مباراه الاهلي والبنك الاهلي؟ قال لك بص يا سيدي، حارس مرمى اتطرد، تمام، الفار اتاخر في مراجعه حاله الطرد، حصل ايه؟ حصل تبديل، ما انت مش تلعب من غير حارس مرمى، فالفار قال ده الحارس لا يستحق الطرد، فايه اللي حصل؟ قال لك روح البروتوكول وروح القانون. هاني قال له روح البروتوكول ولا روح القانون؟ قال له روح القانون وروح البروتوكول. تاكد ان روح البروتوكول دي زياده من عند الكابتن عصام فتاح، لكن الحقيقه هي لا روح القانون ولا روح البروتوكول ولا روح يا شيخ ربنا يعمر بيتك ولا حاجه من دول خالص. القصه باختصار
شديد ان الفار تدخل في الحاله اللي يستحق التدخل فيها، الا وهي حاله الطرد. دي من الاربع حالات اللي الفار بيتدخل فيهم، وبالتالي ما بني على طرد الحارس بشكل خاطئ بترجع تاني كانك بدات من الاول، كان مفيش حاجه حصلت، فبالتالي بترجع بالتغيير مره تانيه وتحسب القرار اللي انت شفته من خلال تقنيه الفيديو. لا روح قانون ولا روح بروتوكول، ده تدخل واضح وصريح وقانوني من تقنيه الفيديو في حاله طرد. طب اللي حصل ايه في ماتش الاهلي والبنك الاهلي اللي هو الكابتن عصام عايز يساوب دي، ودي عشان هو بس اللي بيفهم في التحكيم، لا يسمح لحكم تقنيه الفيديو في التدخل في لاعب الاستئناف، قرار منتهي ومحسوم. هنا اصلا التدخل ممنوع، لكن في طرد الحارس كان التدخل وجوبي من الاربع حالات اللي لازم يتدخل فيهم تقنيه الفيديو. فشوف التخيل الكابتن عصام اللي بيوحي للجميع ان هو فاهم، اللي هو جاي يطور حكامنا المصريين، اللي جاي يطور التحكيم المصري، جاي بيديك مثالين بعيد تماما عن بعض خالص، مثل قانوني تماما تدخل الفار ومثل لا يمكن تدخل الفار. الغريب في القصه دي، طب ما بيننا بنتكلم على الاهلي والبنك الاهلي والكابتن عصام فاكرها كويس قوي، ليه يا كابتن عصام ما بترجعش الجول الثاني في ماتش الاهلي والزمالك والكره ايضا كان لعبه استئنافيه ولكن كان تحكيم اجنبي، فالناس عارفين يعني ايه قانون، عارفين يعني ايه بروتوكول تقنيه الفيديو، ما عندهمش لا روح قانون ولا روح يا شيخ وتعالى بسرعه ولا الكلام والمصطلحات اللي احنا سمعناها من رئيس لجنه الحكام الكابتن عصام عبد الفتاح في مباراه الاهلي والزمالك، كانت نفس الحاله. وده الماستر سين، القصه كلها خبير تحكيم اجنبي، تقنيه فيديو اجنبي، فاهم امتى يتدخل، لكن عندنا في مصر بيتدخل في اللي ملوش ان هو يتدخل فيه، وما يتدخلش في اللي له ان هو يتدخل فيه. ده باختصار شديد التحكيم المصري في عهد الكابتن عصام عبد الفتاح ومدرسه الكابتن عصام عبد الفتاح، اللي انا اسف جدا انها هتكمل معانا لان هو الخبير التحكيمي اللي الفيفا بعته عشان يطور تحكيمنا المصري ويتطور اكتر التحكيم المصري في مصطلحات روح البروتوكول ومصطلحات الاحتواء والمباراه زي الطفل لما درجه حراره تسخن والحكم زي الدكتور يهدي الحراره ومصطلحات كتيره بس جدا. انت مش احنا مش فاهمين هو في حته غريبه بعيدا عن النقطه بتاعه الماستر سين بتاع الموسم دي اللي اتكلمنا فيها كمان قبل كده. الغريب بالنسبه لي الفيديو اللي فات اربط هو زعلان من كلمه النزاهه والشفافيه، بس طلع قال ايه؟ الناس بتتكلم بعبط. يعني انت متخيل الراجل زعلان من كلمه النزاهه والشفافيه وبيصف كل زملائه او بيصف الناس اللي مختلف معاه بعبط. وكابتن احمد شوبير عمل فقره محترمه جدا لما كان فيها محللي التحكيم، الراجل كان معاهم كابتن عصام عبد الفتاح وما قدرش يتكلم، ولما كانت المواجهه اسامه ما سمعناش الكلام الغريب ده. يعني هو يعني في المواجهه اللي انا قلت لك فيها بدل قاعد يبص للضيوف، كانت مواجهه قويه جدا يعني، فما مش هيواجه اكيد الكابتن سمير عثمان والكابتن احمد الشناوي. دي الحاله اللي احنا فيها، ما زال الكابتن عصام عبد الفتاح مسلسل في التحكيم المصري، حلقاته مستمره معانا، نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم وبرنامجكم الاهلي خط احمر. وبمناسبه بقى اللوائح والقوانين، احيانا كده بيطلع كلام او بيخرج كلام بينصفنا بعد كتير، لان دايما احنا بنقول لكم الاهلي معاه الحق، وعشان معانا الحق فالعمليه مريحه ومفيش اسهل من ان يبقى عندك الحاجه اللي تديك القوه في الكلام. كتير الناس بتتكلم عن لوائح وقوانين وبعض العقوبات اللي بيكون فيها مجاملات لناس من النادي الاهلي، وخرج قبل كده الناس وقالت الشناوي مع ان احنا قلنا سيبك من ده خالص، عندنا واقع رمضان صبحي اخطا فيها ايه مقارنه بواقعة الشناوي، كلمني في اصل العقوبه حتى لو 100 رئيس اتحاد صرح. فضلت الناس ماسكه في الكلمه. استاذ مازن مرزوق كان قبل كده بيشغل منصب رئيس لجنه المسابقات المصريه في الاتحاد المصري لكره القدم اكيد، كان بيتكلم امبارح في حوار عن تجربته مع الاتحاد المصري لكره القدم، فسئل سؤال مهم جدا. هل حصل في تاريخك مره ان انت تراجعت عن عقوبه؟ قال لا، وبعدين قال استنوا في عقوبة واحدة تراجعت عنها في حياتي، اطلعوا شوفوا الفيديو وانتوا تعرفوا كانت ايه العقوبة. عمري ما تراجعت في عقوبة، أنا بطلع العقوبة راجل سؤالك بتطلع العقوبة وتعلنها على طول. الحاجة الوحيدة اللي حصل فيها نقاش كان مع مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة اللي غير العقوبة، وإن كان يعني كانت عمرو زكي. لما كان عمرو زكي مرة قال لفظ ما تسمعش بس تشاف في إحدى المباريات. فانا صممت ان يبقى في عقوبه عليه، فقالوا لي لا ما ينفع، قلت لهم لا الفيديو موجود واحنا كاتبين في لائحه المسابقات ان بناخد بالفيديو، واصريت ان العقوبه
واديته عقوبه مباراتين وغرامه ماليه. فجه مجلس اداره اتحاد الكوره ساعتها خلى العقوبه مباراه واحده وزود العقوبه الماليه. دي الحاجه الوحيده اللي حصل فيها تغيير وتقبلتها لان كانت اول مره. ولكن المهم انه اخذ العقوبه. انا كنت مصر على العقوبه دي لكن عمري ما رجعت ما عملت عقوبه وتراجعت فيها. تخيلوا الراجل لما يبقى مره واحده في تاريخه عقوبه اتبدلت مرتبطه بنادي اخر. تخيلوا الموقف، مش حتى رجوع للجنه استئناف ولا لجنه انضباط، لا 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 لا، القصه مش كده خالص. الاتحاد بشكل مباشر تدخل لتعديل العقوبه. ليه الكلام ده مهم؟ لان الخطا اللي من عمرو زكي حصل بعدها لما في مره ناس فضلت تتكلم سنين عن اصل حسام عاشور في مره شتم وما تعاقبش زي ما عمرو زكي تعاقب. الراجل طلع طبعا كابتن عامر حسين وقتها قال يا جماعه ده اتشال من اللائحه لان هو كان مسبب للغط قبل كده. طب فين اللغط حصل؟ ان لما حصلت العقوبه على كابتن عمرو زكي تدخل اتحاد الكره لتغيير وتبديل العقوبه، وهي المره الوحيده في تاريخ استاذ مازن مرزوق. فكان بعد كده العقوبه ما بقتش موجوده بسبب واقعه ما تخصش النادي الاهلي من الاساس. لا ده جميل الكلام ده، فكرنا بتصريحات للحكم السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق الكابتن رضا البلتاجي لما تحدث عن أزمة الطوبة الشهيرة سنة 2000 ما بين الزمالك والمقاولين العرب، وقال بعد 9 سنوات وتحديدا في 2009 أنه كان كاتب في تقريره أن المقاولين هو اللي فايز لأن كان المقاولين متقدم 1-0 وكان يعني اللي جاله أو الطوبة اللي جات له اللي تعور فيها كان جاية من مدرجات نادي الزمالك، ولكن اتحاد كرة القدم المصري يعني ضرب بالتقرير الحكم عرض الحائط وأقصر على إعادة المباراة عشان يفوز نادي الزمالك 3-1. يعني القصة ما كانتش قصة بس رئيس لجنة مسابقات، لا ده كمان ممكن حكم يقدم تقرير وعادي جدا نروح لسكة تانية خالص، ويبدأ الكلام دايما يطلع على أن النادي الأهلي هو الفتى المدلل بشكل يعني في إسقاط كبير جدا جدا جدا. على الجانب الآخر بعض يعني التصريحات اللي بتطلع حاليا، عارفين بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الاهلي تولى قياده اهلي جده، فخرجت بعض التصريحات كنوع من انواع ان تعمل حاله من حالات الغضب عند جماهير النادي الاهلي. الكابتن سيف زاهر تناول هذه التصريحات واستعرضها في برنامجه من خلال الفيديو التالي، نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. قرينا النهارده في بعض الصحف السعوديه تصريحات كثيره جدا على موسيماني، على النادي الاهلي وعلى ايامه في النادي الاهلي، واهو اول تصريح موسيماني يفتح النار على ناديه المصري السابق. موسيماني ايامي في الاهلي كانت صعبه، ايامي في الاهلي كانت الاصعب. نروح لزميلنا الصحفي السعودي نايف مشهور. استاذ نايف مساء الخير. مساء النور استاذ سيف، يا اهلا وسهلا فيك. هذه التصريحات يا فندم فعلا كانت في مؤتمر صحفي لموسيماني مع ناديه الجديد، ولا التصريحات دي منقوله عن، ولا قالها ولا ما قالهاش؟ موسيماني وصل اليوم ظهرا الى مدينه جده، الى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينه جده. لم يقيم اي مؤتمر صحفي في مدينه جده منذ وصوله اليوم. اعتقد بانه لم يتحدث اليوم تحديدا عن الاهلي المصري، ربما يكون الحديث كان فعلا في مؤتمر صحفي اقامه في بلاده، وهو فعلا اقام مؤتمر صحفي وتحدث على حسب ما نقل في وكالات الانباء العالميه وبعض الوسائل الاعلام الجنوب افريقيه، تحدث عن الاهلي السعودي والاهلي المصري تحديدا. تمام. ولكن في المؤتمر الصحفي الذي يقيم في جنوب افريقيا وليس في السعوديه. بشكرك يا فندم على التوضيح وبتشرف بوجود حضرتك معايا، شكرا جزيلا. اذا موسيماني لم يتحدث وهذه اخبار منقوله عن مؤتمر عمل موسيماني في جنوب افريقيا. لا يا كابتن سيف، هي مش اخبار منقوله عن او عمله بيتسو موسيماني في جنوب افريقيا، والقصة كانت المفترض يكون فيها تحري دقة أكتر من كده، لأن ببساطة شديدة جدا الصفحة دي أو الصحف دي معمولة فوتوشوب من مجموعة من جماهير نادي منافس من أجل استفزاز جماهير النادي الأهلي، ففريق الإعداد وقع في الخطأ وأن هو جاب السكرينات دي من غير ما يراجع المواقع، لأنه لو كان راجع المواقع كان هيلاقي أن الكلام ده مش موجود على الإطلاق في المواقع، وإحنا هنا أصرينا أننا نجيب ده عشان نوضح حاجة لجماهير النادي الأهلي. الجماهير العنصر رقم واحد في كيان النادي الأهلي، وارد جدا تشوف أشياء تعتقد أنها سوية وسليمة وهي في النهاية تكون أخبار غير صحيحة. أخبار غير صحيحة ممكن عن مدير فني سابق، عن مدير فني حالي، عن لاعب حالي. النادي الأهلي
ملك فعلا لجماهيره، وجماهيره هي دائما وابدا البوصله. فرساله لجماهير النادي الاهلي، الوقت ده اشد وقت النادي الاهلي محتاجك فيه، ودايما وابدا كان على مر التاريخ لما النادي الاهلي بيقع كان بيكون ليه 1000 قومه، لكن ال 1000 قومه دي كانت بسبب ابناء النادي الاهلي من جماهير النادي الاهلي. ايوه هم ابناء النادي، ابناء النادي الاصليين، هي دي جماهير النادي الاهلي اللي دائما وابدا بتكون هي الداعم لفريق النادي الاهلي في كل الالعاب. ومن هنا بنرسل تحيه شكر وتقدير للجاليه المصريه في الكويت، الناس اللي فعلا عارفه يعني ايه اسم النادي الاهلي على اي تيشرت على اي لعبه، لدرجه ان بقى بيتضرب بيها المثل. واحنا هنا دائما وابدا بنفتخر بمواقف جماهير النادي الاهلي اللي بتكون داعمه للكيان وداعمه في المواقف بالتوجيه وبالتصحيح احيانا، بالغضب احيانا، بالدعم احيانا وقت الانتصار. كل ده كل دي مشاعر كرويه بنتقبلها تماما، لكن وقت الجد ما بتلاقيش ابدا حد من جماهير النادي الاهلي الا وهو مع الكيان في اي نزاع في اي صراع خارجي. وده عهدنا دايما بجماهير النادي الاهلي، ودائما وابدا سيبقى النادي الاهلي خط احمر بجماهيره. نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله.